صباح الخير، الصوت وصل؟ وصل يا دكتور، صباح النور. تمام، خلاص. اولا هديكم بس فكره عن المحتوى بتاع الكورس بتاعنا عباره عن ايه، وبعد كده نبدا نشوف المحاضره بتاعتنا هنتكلم في ايه النهارده. طبعا انتوا عارفين نظام المحاضره بتاعت ماس 2 زي ماس 1 في الترم اللي فات، يعني انت بتاخد محاضره اونلاين ثابته كل اسبوع، اللي هي باذن الله تبقى في ميعاد يوم الاثنين اللي هو النهارده، ومحاضره الكليه بتبقى اسبوع واسبوع، على اساس ان احنا نبدل مع الفيزيكس يعني وماده الالكتريستي. انت هتلاقي الاسبوع ده مثلا، بس احنا بنبدا دايما الاسبوع الاولاني بيكون ماث، يعني احنا هناخد برضو يوم الاربعاء باذن الله محاضره في الكليه اللي هي في مدرج جيم. يعني الاسبوع ده هيبقى فيه محاضرتين، الاسبوع الجاي هيبقى يوم الاثنين بس اللي هي المحاضره الاونلاين، الاسبوع اللي بعديه محاضرتين وهكذا. تمام، يعني محاضره اونلاين ثابته ومحاضره الكليه هي اللي بتبدل اسبوع واسبوع. طبعا توزيع الكورس بتاعنا او الدرجات زي برضو بالظبط زي ماس 1، ده المفروض الكورس عليه 100 درجه، امتحان الفاينل عليه 40، والميد تيرم عليه 25، وبقيه الدرجات على الاساينمنتس والحضور والغياب في التوتوريال يعني. تمام، المحتوى بتاع الكورس بتاعنا طبعا ماس 2 هتلاقيها مختلفه شويه عن ماس 1، يعني في ان يمكن انت في ماس 1 كانت الجزء كبير من او جزء من الكورس انت سمعت عنه قبل كده، يعني في حاجات كتيره انت كنت عارفها، ما يمكن الحاجات اللي كانت تعتبر جديده بالنسبه لكم اللي هي الفانكشنز الجديده اللي هي درسناها في ماس 1، زي مثلا هايبربوليك فانكشنز او ازاي اجيب الانفرس للفانكشن عامه، سواء الدوال اللي هي الهايبربوليك او الدوال التريجونومتريك اللي هي الساين والكوزاين والتان والكلام ده، دي اللي كانت تعتبر حاجات جديده بالنسبه له، بالاضافه للعمليات بقى الانتجريشن او التكنيكس اوف انتجريشن، ازاي بقدر احل مسائل انتجريشن. بس يعني كمبدا اغلب الحاجات كان عندك فكره عنها، مثلا ان انت اوريدي انت كنت بتعرف تعمل انتجريشن، يعني جاي من مدرسه بتعرف انتجريشن وبتعرف تعمل ديفرنشيشن، فكنت بتلاقي ماس 1 العمليه بتبقى يعني مجرد بتكمل على اللي انت خدته في ثانوي. ثانيه واحده بس، ان في ناس عايزه تدخل المحاضره. الوضع بقى بالنسبه لماس 2 بتبقى العمليه مختلفه شويه، يعني ماس 2 هتلاقي اغلب الحاجات اللي انت هتسمع عنها جديده، يعني ما تعرضتلهاش قبل كده في الحاجات في الماس اللي انت درسته سواء في ثانوي او اللي انت خدته في ماس 1. ليه بقى؟ لان انت المفروض، عايز بس اوضح لكم الفرق عشان تبقوا فاهمين محتوى الكورس بتاعنا بيبقى عامل ازاي. يعني انت في ماس 1، احنا في ماس 1 كنت بنتعامل مع الاساس بتاع الكورس بتاعنا، كنا بنتعامل مع حاجه اسمها functions of one variable. خلاص، يعني ايه functions of one variable؟ يعني مثلا لما اجي اتعامل مع function كنت اقول مثلا y as a function of x. خلاص، فكانت العلاقه دي بيكون كنا بنقول دايما ان الاكس هي الاندبندنت فاريبل، او بالعربي بيسموه المتغير المستقل، والواي هي الديبندنت، او بالعربي بيسموه المتغير التابع. فكنا بنتعامل مع فانكشنز بتربط بين تو فاريبلز، واحد فيهم اندبندنت والتاني ديبندنت، فدي بيسموها فاريبلز بتحتوي على وان اندبندنت فاريبل. ده بقى احنا اللي احنا خدناه في ماس 1، وتعلمنا مثلا ازاي نتعامل مع الفانكشنز دي. دايما لما المفروض الواحد بيتعامل مع فانكشن لازم يبقى عارف خمس حاجات اساسيه عن الفانكشن دي. اولا لازم يكون عارف الدومين بتاعها، اللي هي المفروض قيم الاكس، تعريف الدومين كده، يعني قيم الاكس اللي انا مسموح لي اعوض بيه او اقدر اعوض اكس بكام، والرينج بتاعها، يعني لازم اي فانكشن بتعامل معاه لازم اكون عارف الرينج بتاعها. الرينج بتاعها المقصود بيه قيم الواي او القيم بتاعه الديبندنت فاريبل، يبقى الدومين والرينج والجراف، يعني شكل الجراف بتاعها هيبقى عامل ازاي. لو انا رسمت العلاقه اللي بتربط اكس بواي دي، شكل الجراف هيبقى عامل ازاي؟ هتلاقي دايما
الفانكشنز اللي انت درستها كلها في ماس 1، كنت دايما بتاخد طريقه الرسم بتاعها، يعني مثلا الهايبربوليك فانكشن الشاين الكوشاين التانج، او مثلا الانفرس بتاعهم. يعني دايما كل فانكشن جديده كنا بنتعلم ازاي ناخد الجراف بتاعها، لان لازم الواحد يبقى عارف شكل الجراف بتاع الفانكشن عامل ازاي. وبعد كده المفروض ابقى عارف ازاي اعمل لها ديفرنشيشن. وبعد كده طبعا طالما عملت ديفرنشيشن ازاي بعمل لها انتجريشن. خلاص، يعني تقريبا دول الخمس حاجات الاساسيين لما واحد بيتعامل مع الفانكشن المفروض بيكون عنده فكره عن الخواص بتاعتها، اللي هم الخمسه دول اللي هي الدومين والرينج وشكل الجراف بتاعها، وازاي يعمل لها ديفرنشيشن وازاي يعمل لها انتجريشن. فده كان المينلي اللي احنا اتعلمناه في ماس 1، يعني ازاي بتتعامل مع فانكشن علاقه بين اكس وواي، وازاي من خلال العلاقه دي اقدر استنتج بقى الخمس حاجات دول طبعا للفانكشن اللي هي المشهوره رياضيا، اللي هي زي مثلا الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الاي مثلا اي باور اكس، او اللوجاريتمك فانكشن اللي هي لين اكس، او الساين الكوزاين التان وهكذا. طب الكلام ده كان في ماس 1. ماس 2 بقى ايه الفرق، او ايه الجديد، او ايه اللي هناخده بالنسبه لنا؟ بالنسبه لماس 2 الكورس بتاع ماس 2 مين اللي هنتعامل مع حاجه اسمها، خلينا نكتبها كده عشان ايه، حاجه اسمها مالتي مالتي فاريبل فانكشنز، او بعض الكتب بتسميها ايه، او بعض الناس يسميها، تلاقي العنوان بتاع الموضوع الاساسي بتاعنا يقول لك مثلا فانكشنز of more than one variable. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني احنا بدل ما كنا في ماس 1 بنتعامل مع فانكشن بتحتوي على فاريبل واحد بس، او اندبندنت فاريبل واحد بس، لا احنا هنتعلم بقى في ماس 2 ازاي مثلا يبقى عندي مثلا فانكشن كده زد فانكشن في اكس وواي، كويس، مع مراعاة بقى ان الاكس والواي دول الاثنين اندبندنت. يعني ايه كلمه اندبندنت؟ يعني الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. يعني معناها ايه ببساطه؟ يعني انت من حقك تحط اكس باي قيمه واي باي قيمه، ما فيش علاقه بتربط الاثنين ببعض، وطبعا يبقى الزد هو الديبندنت. يعني فدي اصبحت فانكشن بتحتوي على اكتر من اندبندنت فاريبل، يعني هو مش فاريبل واحد، لا ده في تو اندبندنت فاريبلز اكس وواي. مش لازم بقى يبقى 2 بس، يعني احنا اللي احنا هندرسه في ماس 2 هنتعامل مع فانكشنز ممكن تحتوي على ان فاريبلز، فخلاص المهم ان هو اكتر من 1، يعني اكتر من اندبندنت فاريبل واحد. فهتلاقي نفس بقى اللي احنا خدناه في ماس 1، يعني انت اللي هي حته الدومين والرينج والجراف وازاي اعمل ديفرنشيشن وانتجريشن، هنتعلم بقى ازاي نعمل الكلام ده بس لما تكون الفانكشن بتاعتي بتحتوي على اكتر من فاريبل. خلاص، يعني لما يكون عندي مثلا سي مثلا زد بتساوي مثلا ايه اكس سكوير زائد واي سكوير، كويس، دي فانكشن ايه فيها تو اندبندنت فاريبلز. ازاي بقى نتعلم ازاي اعمل لها ديفرنشيشن، ازاي اعمل لها انتجريشن، ازاي ارسم الجراف بتاعها، يعني ازاي استنتج شكل الجراف بتاعها هيبقى عامل ازاي، ازاي احسب لها الدومين والرينج. ده هيبقى الاساس بتاع الكورس بتاعنا. يعني الكورس بتاعنا في ماس 2 هنتعلم الحاجات اللي احنا بنعملها في الرياضه ازاي بقى هنطبقها، او اللي احنا خدناه في الماثماتكس قبل كده هنطبقها على فانكشنز بتحتوي على اكتر من اندبندنت فاريبل. خلاص، عشان كده هتلاقي العمليه بالنسبه لك جديده في الرياضية، لان انت كل اللي انت درسته قبل كده كان دايما الفانكشن بتحتوي على فاريبل واحد، لا احنا هنا يبقى في اكتر من فاريبل، وهنشوف ان هي سهله مش صعبه يعني، بس انا عايز اوريكم الفرق عباره عن ايه. تمام، طبعا زي ما قلت لكم اللي هناخده بقى حسب عدد الفاريبلز قد ايه مش مهم، يعني ممكن تكون الفانكشن بتحتوي على تو فاريبلز زي كده، يعني دي مثلا دي عباره عن ايه فانك زد فانكشن في اكس وواي، ممكن تكون تحتوي على ثلاثه فاريبلز، يعني مثلا دبليو بتساوي مثلا ايه ساين اكس زد زد سكوير
ناقص واي، يبقى كده الفانكشن بتاعتي فيها ثلاثة independent variables مثلا، يعني w دي function في x y وz وهكذا بقى، يعني ايا كان عدد ال variables قد ايه الرولز اللي هتطبقها تنفع ايا كانت الفانكشن بتاعتي بتحتوي على اي عدد من ال independent variables. يعني طبعا هتلاقوا اغلب شغلنا، يعني اغلب التطبيقات اللي احنا هنستخدمها هتكون الفانكشنز بتاعتنا بتحتوي على two independent variables بس، وهنعرف ليه كمان شويه يعني ايه السبب في كده يعني. بس يعني كمبدا احنا ممكن نستخدم اي عدد من الفاريبلز، يعني ان احنا نطبقه على اي فانكشن، بس يعني احنا اغلب تركيزنا هيكون دايما بنتعامل مع فانكشنز بتحتوي على تو اندبندنت فاريبلز بس، على اساس دي ليها تطبيقات زي ما هنشوف بعد كده يعني. خلاص، فده الاساس بتاع الكورس بتاع ماستو. يبقى لو انا عايز افهم ماستو هندرس ايه، هندرس الفانكشنز او المالتي فاريبل فانكشنز او الفانكشنز اللي بتحتوي على اكتر من اندبندنت فاريبل. خلاص، النهارده الموضوع بتاعنا يعتبر مقدمه للقصه دي، يعني احنا يمكن من المحاضره الجايه او اللي بعدها هنخش بقى بالتفصيل ازاي نعمل ديفرنشيشن للفانكشنز دي، ازاي نحسب لها الدومين والرينج وهكذا. احنا النهارده هتلاقي العنوان بتاع المحاضره بتاعتنا حاجه اسمها ايه، ده العنوان بتاع المحاضره اهو، اللي هي حاجه اسمها كوادراتيك سيرفيس. كويس، طبعا احنا ماشيين هنشتغل من الكتاب زي الترم اللي فات، نفس الكتاب اللي هو بتاع ستيوارد. فتلاقي مثلا الجزء بتاع الكوادراتيك سيرفيس ده في شابتر 13، هتلاقي تحديدا 13.6، يعني السكشن هو 13.6. يعني عشان برضه تبقى ايه، لو حب حد، نفس الكتاب اللي هو الطبعه السادسه اللي هو كان معاكم بي دي اف يعني. فده الموضوع الاولاني يعتبر في الكورس بتاعنا، ايه بقى الصح الكوادراتيك سيرفيس دي، او ايه ليه ايه اللي خلينا نبدا بموضوع السيرفيس، او كلمه سيرفيس جت منين. هي السيرفيس مرتبطه بالمالتي فاريبل فانكشنز، يعني ليه بقى؟ لان اي علاقه بتربط اكس واي وزد، يعني انا عندي معادله بتحتوي على ثلاثه فاريبلز اكس واي وزد. طبعا برضو خدوا بالكم من حاجه مهمه، ان انا مثلا لما اجي اقول اكس سكوير مثلا زائد واي سكوير زائد زد سكوير بتساوي مثلا 9. خلاص، دي علاقه اهي، ما اقدرش اقول بقى ان العلاقه دي بتحتوي على ثلاثه اندبندنت فاريبلز، ما ينفعش. يعني هي فيها ثلاثه فاريبلز اكس واي وزد، بس لازم واحد فيهم ديبندنت والاثنين الباقيين اندبندنت. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول ان انا من حق احط اكس باي قيمه وواي باي قيمه وزد باي قيمه، مش هينفع. يعني انت ممكن تحط اكس باي قيمه، يعني تعوض عن اكس بقيمه عشان تحقق العلاقه دي يعني، وتعوض عن واي بقيمه، تختارهم باي قيمه انت عايزها، لكن زد خلاص اصبحت مفروضه عليا. يعني انا عشان كده مثلا يقول لك ان انا علاقه زي كده بعتبر ان الزد هي الديبندنت والاكس والواي الاثنين اندبندنت. فدايما تبقى واخد بالك كده، ما ينفعش ان انا الاقي معادله مثلا فيها 10 فاريبلز دول 10 اندبندنت، لا، هو لازم واحد فيهم ديبندنت والتسعه الباقيين اندبندنت. كلمه اندبندنت يعني انت من حقك تعوض باي قيمه للفاريبل ده بصرف النظر عن الباقيين خدوا كام، خلاص، او عوضت عن القيم بتاعتهم بكامل. فانت اي علاقه بقى فيها اكس واي وزد كجيومتري ليها معنى، المعنى الجيومتري بتاعها عباره عن ايه؟ دي بتمثل على طول سيرفيس in space او سيرفيس في 3 دايمنشن. خلاص، يعني اي علاقه، يعني دايما الجراف بتاع فانكشن بتحتوي على تو اندبندنت فاريبلز، الجراف بتاعها عباره عن سيرفيس في 3 دايمنشن. وعشان كده هتلاقي اغلب المسائل اللي احنا او التطبيقات اللي هنستخدمها تكون دايما فانكشن بتحتوي على تو اندبندنت فاريبلز، لان دي بيكون ليها معنى كتطبيقات هندسيه. يعني انت هتلاقي نفسك ان انا المعادله دي بتمثل سيرفيس في 3 دايمنشن، لو انا حبيت ارسمه اقدر ارسمه. خلاص، لكن مثلا لو انا جيت قلت لك والله معادله مثلا كده w بتساوي x سكوير زائد y سكوير، خلينا نكتبها كده مثلا، خلينا نشيل ال w دي، نكتبها مثلا x سكوير زائد y سكوير زائد z سكوير زائد w سكوير مثلا بتساوي 16. خلاص، دي معادله فيها كام اندبندنت فاريبلز؟ هي فيها اربعه فاريبلز، لكن ما ينفعش كل اربعه اندبندنت، لا، دي فيها ثلاثه
independent variables وليكن مثلا الاكس والواي والزد واعتبر الدبليو هي الديبندنت. معادله زي دي ما اعرفش ارسمها لان دي المفروض في الفور دايمنشن، يعني دي لو جيت ارسمها في طبعا الفور دايمنشن بتبقى حاجه تخيليه، يعني ما اقدرش اقول ان انا ايه هقدر ارسم حاجه زي كده، فبيبقى حاجه ثيوريتيكال بس. يعني لو عدد الاندبندنت فاريبل زاد عن 2 هتبقى حاجه ثيوريتيكال، يعني مش هقدر ارسمها لان هيبقى الدايمنشن بتاعها اكتر من السي دايمنشن. فعشان كده ده السبب اللي بتلاقي اغلب مسائلنا مثلا او اغلب التطبيقات بتاعتنا على اعتبار ان انت المفروض الكلام ده تدرسه كليه هندسه، فلازم يكون حاجات ليها علاقه بالشغل بتاعك بعد كده. فتلاقي اغلب التطبيقات بتاعتنا بنتعامل مع فانكشنز بتحتوي على تو اندبندنت فاريبلز بس اللي هم عاده هنسميهم اكس وواي، يعني تلاقي دايما زد فانكشن في اكس وواي. فالمفروض ان اي علاقه بتربط اكس وواي وزد ايا كان بقى شكل العلاقه دي بتمثل سيرفيس في السي دايمنشن. خلاص؟ طب بيعتمد على ايه نوع السيرفيس ده؟ على حسب شكل العلاقه دي بقى. يعني ايه حسب شكل العلاقه دي؟ يعني مثلا لو كانت العلاقه دي لينير ايكويشن اكس واي وزد، يعني ايه لينير ايكويشن في اكس واي؟ كلمه لينير يعني الايكويشن بتاعتي فيرست ديجري. يعني ايه فيرست ديجري؟ يعني كل الفاريبلز اللي في المعادله بتاعتنا الباور بتاعها ب 1، فدي بنسميها لينير ايكويشن. كويس؟ فانا لو بتكلم على لينير ايكويشن في اكس واي وزد يبقى مثلا شكلها كده اي اكس زائد بي واي زائد سي زد ايكوالز دي مثلا، وير الاي والبي والسي والدي دي عباره عن كلهم ريال نمبرز، ارقام كونستانت يعني ريال نمبرز، او ساعات نكتبها كده يعني تنتمي الى اور. خلاص؟ يعني الاي والبي والسي دول عباره عن كونستانت، فدي يعتبر علاقه لينير في اكس وواي وزد. خلاص، طالما علاقه فيها اكس وواي وزد يبقى دي هتمثل سيرفيس في السي دايمنشن. طب السيرفيس ده نوعه ايه؟ في الحاله دي طبعا دي بتمثل بلين، ودي من الحاجات طبعا المشهوره، يعني اي علاقه لينير في اكس وواي وزد في الثري دايمنشن بتمثل بلين، بس طبعا يكونوا الثلاثه لينير، يعني اكس وواي وزد ثلاثه ايه زي ما انا كاتب كده الديجري بتاعتهم او الباور بتاعتهم ب 1. خلاص؟ لو بقى الديجري اختلفت بيختلف طبعا نوع السيرفيس ده، يعني مثلا لو كانت المعادله سكند ديجري، يعني مش معادله لينير زي كده، يعني الباور بتاعت الاكس والواي والزد على الاقل واحد فيهم سكند ديجري، دي بقى اللي بنسميها كوادراتيك سيرفيس. يعني دايما كلمه كوادراتيك معناها باور 2 يعني او سكوير يعني. فكلمه كوادراتيك سيرفيس يعني ايه؟ يعني علاقه او بيسموها بالعربي سطوح الدرجه الثانيه، على اساس ان الايكويشن بتاعتنا زي ما نشوف هتبقى المعادله بتاعتنا الفاريبلز على الاقل واحد من الثلاثه فاريبلز باور 2، يعني اقل واحد من الثلاثه فاريبلز اتفقنا خلاص اي معادله فيها اكس واي وزد هتمثل سيرفيس. لو كانوا الثلاثه فيرست ديجري يبقى ده بلين، يعني المعادله دي بتمثل بلين. لو ال واحد من الثلاثه دول مرفوع لباور 2 ده بنسميه كوادراتيك سيرفيس. طبعا الباور بقى ممكن يكون اي باور، يعني ممكن تكون المعادله بتاعتي باور 3 باور 4، بس طبعا بيبقى سيرفيس من الدرجه الثالثه او سيرفيس من الدرجه الرابعه، بس دي مش هنتعرض ليها في الكورس بتاعنا. يعني احنا هتلاقي تركيزنا على الكوادراتيك سيرفيس بس. ليه؟ لان دي اللي ليها علاقه بالتطبيقات الهندسيه. يعني في ممكن احنا ممكن يكون المعادله بتاعتي لحد ان ديجري، بس يعني علاقه بين اكس وواي وزد ومرفوعه لاي باور مش هتفرق، او شكل المعادله بتاعتي ايا كان اقدر ارسمها احولها ارسم السيرفيس بتاعها، بس يعني ملهاش معنى ان انا ادرسه لان مش هتعرض له بعد كده في التطبيقات الهندسيه. فبتلاقي التدريس التطبيق التركيز بتاعنا في الكورس على الكوادراتيك سيرفيس بس او السطوح اللي هي الدرجه الثانيه. تمام؟ احنا بقى انت يهمك طبعا البلين مجرد بس كمقدمه، لكن احنا مش هنتعامل مع البلين، مش هيهمك في معنى حاجه، انا كل يهمني بس ان يبقى الواحد عارف ان اي علاقه لينير في اكس وواي وزد بتمثل في سي دايمنشن بلين. طبعا البلين ده ليه اشكال مختلفه حسب بقى شكل المعادله نفسها. يعني لو المعادله مثلا ما فيهاش دي، ما فيهاش كونستانت تيرم ده، يعني لو المعادله بتاعتنا فيها اي اكس
AX زائد BY زائد CZ equal 0. دي بتمثل بلين برضو، بس بلين بيمر بالأوريجن. يعني لو كان البلين بتاعنا بيمر بالأوريجن بتلاقي المعادلة بتاعتنا ما فيهاش كونستانتين أو ما فيهاش الدي. ففي طبعا أشكال مختلفة البلينز، بس أنت يعني مش مطالب بيها، يعني أنت مجرد بس كل اللي يهمني إنك تبقى عارف إن أي علاقة لينيا في X وY وZ بتمثل بلين. إحنا اللي يهمنا السطوح اللي هي بتاعت سطوح الدرجة الثانية. كويس؟ زي اتفقنا سطوح السكند ديجري أو الكوادراتيك سيرفيس هتبقى علاقة بين X وY وZ على الأقل واحد من الثلاثة مرفوع لبار 2. يعني على الأقل مش لازم زي ما تشوف دلوقتي إن الأنواع أسطح الكوادراتيك سيرفيس دي فيها أنواع كتير. ممكن يكون واحد من الثلاثة مثلا فيرست ديجري أو تو فاريبلز من الثلاثة اللي موجودين في المعادلة بتاعتي سكند ديجري يعني، بس على الأقل يكون المعادلة بتاعتي فيها واحدة من الثلاثة فيها مرفوعة الباور 2، يعني سواء الـ X أو الـ Y أو الـ Z. اللي يهمك بقى في الجزء بتاع الـ Quadratic Service ده حاجتين، يعني احنا هنشرحه النهاردة لازم تبقى فاهم حاجتين. أولاً لازم تبقى عارف المعادلة بتاعت الـ Service اللي احنا هنتكلم عليه ده، لازم تبقى حافظها أو عارفها. والحاجة التانية إزاي تعمل له سكتش. خلاص؟ يعني هنشوف بعد كده إن احنا بيبقى مطلوب منك دايما يديني هو مثلا معادله سكند ديجري او معادله بين اكس واي وزد، والمعادله بتاعتي السكند ديجري المعادله اللي هو مديها لي، ويطلب مني حاجتين، يقول لي ايدنتيفاي اند سكتش. يعني ايه كلمه ايدنتيفاي؟ يعني يقول لي مثلا المعادله دي بتمثل سطح اسمه ايه، هتبقى يعني يكون حاجه من السطوح اللي احنا هندرسها يعني. والحاجه الثانيه اعمل سكتش للمعادله نفسها بالسطح ده اللي هو قلنا بيمثل الجراف بتاع الفانكشن دي يعني. خلاص؟ فانت بيكون مهم جدا ان انت تبقى عارف الاسطح اللي هنشرحها النهارده ازاي تبقى حافظ المعادله بتاعتها، شكل المعادله عامل ازاي، وازاي تبقى تقدر تعمل سكتش للمعادله نفسها او للسيرفيس نفسه يعني اللي هو هيديهولي. تمام؟ انواع بقى الاسطح الكوادراتيك دي في منها انواع كتير، يعني عشان ما تتوهش في القصه انا هحاول اقسمها لكم كده في يعني عشان، لان طبعا نشوف ان الاختلافات بينهم بسيطه، يعني الاختلافات بين المعادلات نفسها شكل المعادله نفسها بيختلف من سطح للتاني، بس الفرق مثلا تلاقي ايه اشاره او الفرق في واحد من الفاريبلز مثلا تلاقيه فيرست ديجري والباقيين سكند. فتلاقي الفروق دي لازم تبقى عارفها، لان زي ما بقول لكم لازم انت تميز شكل المعادله بحيث ان انا لما ابص على المعادله بعرف والله المعادله دي بتمثل السيرفيس اللي اسمه كذا. خلاص؟ فاحنا انا هحاول اقسم لكم الكوادراتيك سيرفيس كده كده كوادراتيك سيرفيسز، هنقسمهم لاربع انواع. ايه بقى الاربع انواع دي؟ اول حاجه، اول نوع حاجه نسميها الاليبتيك سيرفيسز، الاليبتيك سيرفيسز. كويس؟ والتحديدا يعني دايما على كل نوع هنتكلم على سطح معين هو اللي هيمثل النوع ده يعني. فده الاليبتيك سيرفيسز دي اللي هندرس تحديدا حاجه اسمها الاليبسويد، هنفهم دلوقتي ده عباره عن ايه. خلاص؟ فده النوع الاولاني اللي هي الايه الاليبتيك سيرفيس، هوريك دلوقتي معناها ايه. فخلاص المفروض الاليبتيك سيرفيس ده هتكون المعادله بتاعتها زي ما نشوف دلوقتي ليها شكل مميز. لازم تبقى عارف بقى ايه الحاجه اللي تميز المعادله الاليبتيك سيرفيس، ايه الحاجه اللي بتميزها، هنتكلم عليها دلوقتي كمان شويه. النوع الثاني الهايبربلويدز، حاجه اسمها ذا هايبربلويدز. او طبعا بالعربي بيسموها الايه، عشان برضو لو حد قرا اي كتاب بالعربي بيسموها الاسطح المكافئة. كويس؟ وكلمة elliptic service دي طبعا هي لو حد خد باله انت خدته المفروض في ماس 1 لو فاكرين خدنا conic sections، صح؟ فاكرين خدنا conic sections اللي هي ايه؟ افكركم بيها كده لان عشان تفهموا بس المسميات جت منين يعني. احنا خدنا في ماس 1 conic sections كده. conic sections. كان ايه بقى الكونيك سيكشنز؟ كان ثلاث
كيرفات طبعا كونيك سيكشنز اللي هي القطاعات المخروطيه كانوا ثلاث كيرفات اساسيين، البارابولا والاليبس والهايبربول. صح؟ كان طبعا كحاله خاصه في السيركل، بس يعني ايه مش هنتكلم، مش هتهمنا في حاجه السيركل دلوقتي يعني. فمينلي الكونيك سيكشنز اللي هي الايه الثلاثه دول، بارابولا والاليبس والهايبربول. طبعا الكونيك سيكشنز دي في التو دايمنشن يعني ده كيرف. فالبارابولا مثلا كانت المعادله بتاعتها يقول لك مثلا ايه واي سكوير تساوي 4 اي اكس. صح؟ الاليبس مثلا المعادله بتاعته طبعا بتعتمد على شكل البارابولا كانت عامله ازاي. مثلا الاليبس كان ايه اللي شكل اللي يميز المعادله بتاعته؟ مثلا تلاقي معادله الاليبس كده اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير ايكوالز 1. خلاص؟ طب الهايبربولا كانت ايه اللي شكل المعادله بتاعتها؟ مثلا شكل المعادله بتاعت الهايبربولا كانت كده اكس سكوير على اي سكوير ناقص واي سكوير على بي سكوير ايكوالز 1. خلاص؟ تمام؟ فدول الثلاثه كونيك سيكشنز اللي احنا خدناهم في ماس 1 او في السمستر اللي فات يعني. لو حد خد باله بقى او انت لو خدت بالك هتلاقي دايما المعادله بتاعه الكونيك سيكشنز دي هي علاقه بين اكس وواي، صح؟ يعني فيها تو فاريبلز بس، او يعني الفانكشن بتحتوي على تو فاريبلز بس. العلاقه دي مالها؟ سكند ديجري، صح؟ يعني الكونيك سيكشنز دي هي عباره عن معادلات او كيرفات، او لما اقول كلمه كونيك سيكشنز هي عباره عن علاقه بين اكس وواي، والعلاقه دي سكند ديجري. يعني كل المعادلات دي سكند ديجري. تمام؟ فاي معادله، عشان كده كان يقول لك ايه المفروض يعني احنا في ماس 1 كنا قلنا ايه؟ اي معادله سكند ديجري في اكس وواي بتمثل كونيك سيكشن. حسب بقى شكل المعادله دي، يا اما تكون بارابولا او هايبربولا او اليبس على حسب شكل الايه؟ المعادله بتاعتها. بس الكلام ده ايه؟ في التو دايمنشن، في التو دي او في البلين. في الماس 2، في ماس 2 بقى الكوادراتيك سيرفيس عباره عن ايه؟ هو عباره عن ال 3 دي بتاع المعادلات دي. يعني انا لو انا جيت على المعادلات دي وضفت لها الدايمنشن الثالث اللي هو الزد، فتتحول لحاجه اللي احنا بنسميها الكوادراتيك سيرفيس. فعشان كده لما جم يسموا الاسطح دي خدوا نفس المسميات. يعني انت هتلاقي مثلا احنا مسمينها ايه؟ اليبتيك سيرفيس. الاليبتيك سيرفيس دي شبيهه بالاليبس او المعادله بتاعت الاليبس زي ما هنشوف دلوقتي. او سموا هايبربلويدز. الهايبربلويدز دي اللي هي بيسموها الاسطح المكافئه، اللي هي هتلاقيها شبيهه بالمعادله بتاعت الهايبربولا. خلاص؟ يعني ايه بس عشان افهمكم المسميات، ليه دايما الناس تقول اسم الاسامي دي جت منين؟ هي الكوادراتيك سيرفيس دي عباره عن ال 3 دي بتاع الكونيك سيكشن. او معنى ايه كلمه 3 دي؟ ان انا ضفت لهم الدايمنشن الثالث اللي هو الدايمنشن زد دي. خلاص؟ هنشوف دلوقتي شكل المعادلات بتاعتها عباره عن ايه. طبعا برضو المسميات بالعربي ان هي نفسها اللي جت من الكونيك سيكشنز. يعني انتوا فاكرين البارابولا كنا بنسميه الايه؟ البارابولا كنا بنسميها القطع المكافئ. عشان برضو زي ما اقول لكم لو حد قرا المسميات بالعربي ده بنسميه القطع المكافئ. خلاص؟ والاليبس اللي هو القطع الناقص، ده الاليبس. والهايبربولا كنا بنسميها بالعربي او بيسموها القطع الزائد. فلما جم برضو يسموا الكونيك سيكشنز راحوا مسميين مثلا ايه؟ اليبتيك سيرفيس بيسموها الاسطح الناقصيه. يعني هو الاسم طبعا صعب العربي شويه، بس ايه على اساس ان هي جت من الاليبس اللي هو القطع الناقص، راحوا مسمينها بالعربي لما جم يترجموها عربي سموها الاسطح الناقصيه. الهايبربلويدز، لا دي سوري مش المفروض اسميها الزائديه مش المكافئه، لان هي جت من الهايبربولا والقطع الزائد. يعني انت هتلاقي مثلا في الكتب العربي الهايبربلويدز دي بيسموها الاسطح الزائديه. خلاص؟ فده النوع الثاني. النوع الثالث البارابولويدز. احنا اتفقنا قلنا في اليبس وهيبربولا وبارابولا، فطبيعي لما ازودها 3 دي
هيبقى في الأسطح النوع الثالث اللي بيسموها ذا بارابولويدز. اللي بيسموها الأسطح المكافئة، هي دي بقى اللي جت من القطع المكافئ من البارابولا، بيسموها الأسطح المكافئة. خلاص. بعد كده النوع الرابع اللي هي الكونز أو المخروط، يعني برضو المخروط زي ما تشوف دلوقتي أو الكون، المعادلة بتاعته كوادراتيك، يعني معادلة سكند ديجري من اكس واي وزد. هتشوف دلوقتي شكل المعادلة بتاعتها عبارة عن ايه. والنوع الأخير اللي هي السلندرز. اللي هي الاسطوانة. خلاص؟ فاحنا الكوادراتيك سيرفيس هم دول الخمس أسطح اللي احنا هنتعامل معاهم. الاليبسويد او الاليبتيك سيرفس اللي هي الاليبسويد، الهايبربلويدز، البارابولويدز، الكونز، والسلندرز. خلاص. مهم بقى ان انا زي ما هنشوف دلوقتي ابقى عارف شكل المعادله بتاعه كل نوع من الخمسه دول، بالاضافه لازاي بعمل لها سكتش. خلاص. فاحنا هنبدا باول واحد اللي هو الايه، الاليبسويد او الاليبتيك سيرفس. هو الاليبسويد بس اللي هناخده فده عشان ايه هيهمنا في وده من الحاجات السهله زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص. حد عنده سؤال الأول؟ خلاص؟ الصوت وصل بس عشان لو حصل أي حاجة حد يبلغني، طبعا ما أعرفش إذا كان الصوت أو الصورة بتقطع ولا لأ، يعني الصوت وصل لكم عادي ولا في مشكلة؟ وصل يا دكتور. طيب تمام. خلاص؟ فإحنا هنبدأ الأول بأول سطح كده اللي هو عبارة عن إيه؟ الإليبسويد. هنقول كده اول حاجه ايه زي اليبتيك سيرفيسز اللي هو الاليبسويد، يعني هنقول ذاتها زي اليبسويد. او بالعربي بيسموه ايه السطح، بيترجموها دايما بالعربي بيسموه السطح البيضاوي. اللي هو شبه الكرة بتاعت الرجبي اللي عارفين شكل كرة القدم الأمريكية كده، هو شبهها اللي هو الشكل البيضاوي ده اللي بيسموه ده الإليبسويد أساسا، تلاقي حاجة عاملة كده. بس طبعا إيه 3D يعني. خلاص. ده اللي هو الشكل الإيه الإليبسويد يعني. كويس. عايزين نفهم بقى معادلته بتبقى عامله ازاي. خلاص. كمبدا هي هتبقى علاقه بين اكس وواي وزد، والعلاقه دي سكند ديجري. كلمه سكند ديجري يعني ايه؟ يعني على الاقل واحده من الثلاثه سكند ديجري. خلاص. اللي هي في كل الاسطح احنا هنتكلم عليها. فاحنا الاليبسويد الحاجه اللي بتميزه ايه؟ معادلته شبيهه بالمعادله بتاعه الاليبس. مش كده بقول لك هو في حاجات من الاسطح دي هتلاقيها سهله قوي لو انت كنت فاكر الحاجات بتاعت الكونيك سيكشنز هي نفسها، بس هتزود عليها الزد الدايمنشن زد يعني. يعني مثلا الاليبس كانت معادلته ايه؟ اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير ايكوالز 1. خلاص. فهم لو انا كتبت نفس المعادله دي بنفس المنوال بس زودت الدايمنشن زد، هينتج المعادله بتاعه المجسم اللي احنا اللي هم سموه الاليبسويد يعني. يعني الاليبسويد معادلته ايه بقى؟ اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير بلس زد سكوير على سي سكوير ايكوالز 1. يبقى دي المعادله بتاعه الايه؟ بتاعه الاليبسويد. هقول لكم دلوقتي الاي والبي والسي دول عباره عن ايه؟ يعني الكوفيشنز طبعا A وB وC دي عباره عن ارقام او كونستنتين. بس ايه الحاجه انا يهمني بقى الحاجه اللي تميز معادله الاليبسويد. يعني انا هقول لك ايه الخواص اللي بتميز المعادله، او انت لو واحد قرا معادله في اي كتاب او في اي ورقه او في اي حاجه
يعرف منين بمجرد النظر ان المعادله دي بتمثل اليبسويد على طول؟ اولا المعادله لازم يكون فيها اكس واي وزد، يعني لازم يكون الثلاثه فاريبلز موجودين في المعادله، لان هنشوف كمان شويه السلندرز مثلا لا بيكون اثنين بس من الثلاثه موجودين خلاص، لكن في الاليبسويد لازم يكون الثلاثه موجودين اكس والواي والزد، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم يكونوا الثلاثه سكند ديجري، يعني ايه؟ يعني الاكس مرفوع على الباور 2، الواي مرفوع على الباور 2، والزد مرفوع على الباور 2، دي الحاجه الثانيه اللي بتميزها. الحاجه الثالثه ان كلهم بوزيتيف خلاص، لان هنشوف كمان شويه لو الاشاره اللي قدام زد دي اصبحت نيجاتيف بيبقى سطح ثاني نوع ثاني خلاص. يبقى انا عشان كده يعتبر من اسهل المعادلات المعادله بتاعت الاليبسويد. ليه؟ لان هو سهل ان واحد يحفظها، يعني هي فيها اكس وواي وزد دي اول حاجه، والثلاثه مرفوعين لباور 2 والثلاثه بوزيتيف خلاص، او الاشاره بتاعتهم الاشاره اللي قدامهم موجبه يعني. فدي لو انا لقيت معادله بالمنظر ده يبقى المعادله دي تمثل السطح اللي احنا بنسميه الاليبسويد على طول. طب شكله عامل ازاي الشكل بتاع الاليبسويد؟ طبعا برضه عشان نبقى عارفين يعني المعادله دي بتمثل ايه؟ اليبسويد السنتر بتاعه، هنشوف دلوقتي ايه السنتر ده. هو عباره عن الاوريجن 0 0 0 خلاص؟ طبعا لو فاكرين برضو يعني افكركم بالاليبس، لان الحاجات اللي هي كلها مرتبطه ببعضها، يعني هي ببساطه في ناس حتى تحفظ الاليبس ده يقول لك ايه؟ لو انا مسكت اليبس كده احنا عارفين شكل الاليبس كده اهو، صح؟ اللي هو الشكل البيضاوي. لو دي اكس واي ده الاوريجن، ودي مثلا الاي ودي البي، فده الاليبس. فتبقى معادلته كده اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير ايكوالز 1. ففي ناس لما بتحب تتخيل الشكل بتاع الاليبسويد يقول لك ايه؟ لو انا مسكت الاليبس ده لفيته مثلا حوالين محور اكس، يعني لفيته دوره كامله، فيرسم السطح او يتكون سطح اللي هو السطح بتاع الاليبسويد عشان تتخيلوا المجسم نفسه. او بقى زي ما بقول لك تخيل كده الكره بتاعت كره الرجبي الامريكيه دي، اللي هو ده الشكل تحديدا بتاع الاليبسويد. يعني الرسمه بتاعت الاليبسويد تبقى عامله ازاي؟ لو انا عندي مثلا الاليبسويد بتاعي اللي انا كاتبين معادلته ده اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير زائد زد سكوير على سي سكوير ايكوالز 1، بتلاقي الشكل المجسم بتاع الاليبسويد بيبقى عامل ازاي. طبعا عشان يبان ان هو 3 دي فاحنا دايما الاول بنعمل الكوردينس بتاعتنا اهي، يعني الاكس بتاعتنا اكس واي وزد، وبترسم بقى الشكل بتاع الاليبسويد بنرسمه الشكل البيضاوي ده. يعني طبعا ده بيبقى دايما سكتش، يعني انت ايه مش متعوش ترسم بالادوات، هو مجرد بس بيبقى عايز يشوفك انت عارف شكل الاليبسويد ولا لا. فانت بتعمل اليبس كده تقريبا، يعني كانك بترسم اليبس كده كمل بس الايه مساحه دي نفس اللون كأنك بترسم اليبس بالمنظر ده. وعشان بقى يدوا له شكل عشان يبان ان في ناس ممكن تبص تقول لك ده اليبس يعني، فدايما في الكتب يبقى عاملين ايه؟ يبقى رسم كده الشكل ده عشان يديها شكل 3 دي، يعني يبقى رسم كده خلاص، فيبقى كان الشكل المجسم هي بالمنظر ده. يعني بتلاقي الرسمه بتاعتك هرسمه تاني اهو. يعني عاده لما نيجي نرسم الاليبسويد ده نيجي راسمين ايه؟ بنيجي راسمين الاول اليبس كده، ارسم اليبس عادي واجي من السنتر بتاع الاليبس ده واجي عامل الاكس بتاعي ده الاكس والواي والزد. يعني انت الاول بترسم اليبس وتيجي راسم الاكسس بتاعتك من السنتر بتاع الاليبس ده، وبعد كده عشان تديله شكل 3 دي نيجي راسمين كده ايه اليبس هنا كده وإليبس رأسي. نعمل اللي جوه ده منقط على اعتبار ان انت ايه تبقى باين الشكل، فيبان لك كانه شكل كده مجسم، يعني شكل في سي دايمنج. فده الشكل بتاع الإليبس اللي هو معادلته اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير زائد زد سكوير على سي سكوير بتساوي 1. طبعا النقطة الأوريجن ده السنتر، يعني النقطة دي
ده السنتر. ايه بقى الاي والبي والسي؟ الاي والبي والسي عباره عن الانترسكشن، نقط المسافات من الاوريجن لحد نقط الانترسكشن بتاعه السطح ده مع الثلاثه اكسس بتوعنا. يعني ايه؟ يعني انت المفروض مثلا، عايز بس اعملها بلون تاني، السطح ده قطع محور اكس اهو، محور اكس اهو في نقطه، دي المسافه ايه؟ يعني من الاوريجن لحد تقاطع النقطه التقاطع بتاعت الاكس اكسس مع السطح نفسه دي الاي، ونفس السطح ده هيقطع محور واي في نقطه يبقى دي البي، خلاص، ونفس السطح ده هيقطع محور زد في نقطه دي السي. يبقى دول المفروض بيهم الثلاث مسافات. يعني الاي والبي والسي عباره عن ايه؟ نقط تقاطع او بعد كل نقط تقاطع بتاع الثلاثه اكسس بتوعنا او بعد كل نقطه منهم عن الاوريجن. فلما يقطع محور اكس في نقطه يبقى المسافه من النقطه دي لحد الاوريجن دي الاي، قطع محور واي، السطح ده قطع محور واي في نقطه يبقى المسافه من الاوريجن لحد النقطه دي البي، والسطح ده قطع محور زد في نقطه يبقى المسافه من النقطه دي لحد الاوريجن دي عباره عن السي، اللي هو المسافات دول. انا عايز اكتبها على الرسمه دي اهي، دي كده مثلا اي، ودي كده بي، ودي كده السي، خلاص. طبعا كحاله خاصه بقى، ودي المفروض يعني ايه تبقى منطقيه، يعني كسبيشال كيس اهي، ساعات تبين في المسائل سبيشال كيس اف اي بتساوي بي بتساوي سي. افرض التلاتة متساويين، هيتحول السطح بتاعي ايه؟ يعني انا لو كانت المعادله بتاعتي كده اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على اي سكوير، ما احنا قلنا اي وبي وسي التلاته متساويين، فانا هسميهم ايه؟ هيبقى البي بتساوي ايه، فانا هكتبها اي سكوير كمان بلس زد سكوير على سي على اي سكوير بتساوي واحد. دي بتمثل ايه بقى المعادله دي؟ سفير. سفير بالظبط كده، ان انا اقدر اضرب اي سكوير في الطرف الثاني، تبقى المعادله بتاعتي كده اكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير بتساوي اي سكوير. ودي طبعا المعادله دي بتمثل ايه؟ سفير او كوره، يعني السنتر بتاعها اللي هي الاوريجن 0 0 0 والراديوس بتاعها بيساوي ايه؟ عشان كده احنا دايما بنعتبر ان السفير حاله خاصه من الاليبسويد. يعني السفير حاله خاصه من ايه؟ من الاليبسويد. يبقى لو كان الاي والبي والسي الثلاثه متساويين بتتحول المعادله بتاعتي لمعادله سفير. طب هل لازم يكون السنتر دايما هي نقطه الاوريجن؟ لا مش لازم، يعني ممكن تكون المعادله بتاعتي شكلها كده اكس ناقص الفا كل سكوير على اي سكوير بلس واي ناقص بيتا سكوير على بي سكوير بلس زد ناقص جاما مثلا سكوير على سي سكوير بتساوي واحد. طب معادله زي كده بتمثل ايه؟ دي بتمثل اليبسويد، السنتر بتاعه بقى الفا وبيتا وجاما اللي هم الايه الارقام دي. يعني مش لازم يكون اكس سكوير بس، لا ممكن تكون اكس ناقص كونستانت كل سكوير. فانا حسب قيمه دي الالفا والبيتا والجاما، والله لو كانت بزيرو يبقى خلاص السنتر بتاعنا هو الاوريجن، لكن لو كان ليها قيمه يبقى السنتر حسب الاحداثيات بتاعتنا. يعني مثلا لو انا كتبت كمثال معادله كده مثلا اكس سكوير على مثلا 16 زائد واي ناقص 5 سكوير على مثلا 8 زائد زد زائد 2 سكوير على مثلا اي حاجه على 9 بتساوي 1، خلاص دي المعادله دي بتمثل ايه؟ اليبسويد، السنتر بتاعه يبقى كام بقى؟ 0 و5 ناقص 2، خلاص؟ 0 ليه؟ لان الاكس مش مطروح منها حاجه، خلاص يبقى الكوردينيت اكس بتاع السنتر ب 0، واي ناقص 5 يبقى الواي ب 5، والزد بلس 2 يعني المفروض تبقى ناقص، يبقى كانها كانت ناقص 2.
خلاص. فدايما من المعادله بقدر، مش لازم يكون السنتر بتاعي هي نقطه الاوريجن، لا ممكن يبقى اي حاجه. طب لما اجي ارسمه مثلا حاجه زي كده، زي بقول لك انت بتعمل سكتش مش اكتر من كده، يعني اول بتيجي تمثل مثلا، اف انت عايز ارسم ده امثل النقطه دي، يعني هعمل الكوردينيت سيستم بتاعنا اهو كده اكس واي وزد، امثل النقطه اللي هي 0 و5 وناقص 2، همشي على الواي 5 خلاص، طبعا الاكس الاكس ب 0 فمش هتحرك حاجه في اتجاه الاكس، هتحرك على الواي 5 وانزل بدل للزد 2، يبقى ده السنتر بتاعه خلاص. هي طبعا المشكله الموضوع عايز تخيل شويه، لان طبعا تخلي بالك احنا عندنا ايه، يعني لما تيجي ترسم تحط بروجيكشن ولا لا الترم اللي فات؟ اه يا دكتور اه المفروض يعني تبقى العمليه، لو الواحد خد بروجيكشن تبقى عمليه اسهل شويه، لان انت عارفين ان المفروض في البروجيكشن انت خد دايما عندك ثلاث مستويات، يعني قلنا اكس واي وزد بيكون ده اللي هو المستوى الافقي اللي هو بيسموه الهوريزونتال بلين، اللي هو معدته ايه؟ زد ايكوال 0، اللي هو البلين المكون من الاكس والواي اكسس، وبعد كده ده الفيرتيكال بلين، ده بيسموه الفيرتيكال او المستوى الراسي يعني، او ساعات بيسموه الوجهي بالعربي فيقول لك الفرونتال، يعني عاده الاسم المشهور ليه يسموه الفرونتال بلين خلاص، بيسموه المستوى الوجهي اللي هو معدته المفروض ايه؟ واي اكس بتساوي 0، يعني اكس بتساوي 0، يعني اي نقطه في البلين ده الاكس بتاعتها ب 0، البلين المكون من واي وزد. والبلين الثالث اللي هو بيسموه السايد بلين، سايد بلين او اللي هو بيسموه المستوى الجانبي يعني، اللي هو مكون من الاكس والزد، ده بتبقى معادلته ايه؟ واي ايكوال 0، يعني اي نقطه في البلين ده طبعا انتوا عارفين اي نقطه في السي دايمنشن اللي هي اكس واي وزد، فجميع النقط اللي في الاكس زد بلين ده، الاكس المكون من البلين المكون من اكس وزد اللي هو البلين السايد بلين دوت، كل النقط اللي فيه الواي بتاعتها بزيرو خلاص. فانا مثلا السطح اللي احنا الابسود اللي احنا بنتكلم عليه، لما تكون الاكس بزيرو معناها ان نقطه السنتر ما وقع في الواي زد بلين خلاص، يعني الاكس ملهاش قيمه، فهي عايزه بس ايه حته تخيل بالمنظر ده. بعد كده بتيجي ترسمه بقى، بتيجي راسم الالبسويد عادي، يعني انت ايه طبعا هي برضه فود حسب القيم بتاعت الاي والبي والسي، يعني مثلا الاي ب 16 هي اكبر قيمه فيهم، فانت لما تيجي ترسمه تيجي راسم مثلا كده يعني، خلي بالك السنتر بس هو اللي موجود في الواي زد بلين، لكن بقيه الالبسويد هو شكل مجسم يعني. واجي راسم ممكن مثلا عامله ايه عشان الشكل يبقى واضح اكتر شويه، هعمله بلون تاني، بتيجي عامل مثلا كده مثلا كده، يعني مجرد سكتش بس تبان الشكل وانتهينا، محدش هيقول لك. هي طبعا احنا عارفين برضو الامتحان بتاع ماستو يا ام سي كيو، يعني امتحان الفاينل يعني، بس عن الميد تيرم ممكن يجي لك عادي، يعني الميد تيرم فانت ممكن يطلب منك، عاده بيطلب منك في الميد تيرم يقول لك اعمل سكتش، فانت السكتش مجرد بترسمه بس وانتهينا. في الفاينل لو جات لك حاجه زي كده هيديك هو الرسمه، يقول لك انا يعني مثلا يديك المعادله، يقول لك المعادله دي بتمثل اي سطح من دول، يديك مثلا اربع رسومات وانت تختار الاجابه او الرسمه منهم، يعني هتكون اوريدي مرسومه، لان يعني طبعا انت في الفاينل كام سي كيو ما بترسمش، يعني مجرد تختار اجابه وانتهينا. لكن ممكن يجيك في الميد تيرم، لان الميد تيرم بيجي عادي امتحان عادي، تقدر ان انت في الميد تيرم لازم تبقى عارف ازاي تعمل سكتش. فكلمة سكتش مجرد شكل، يعني مش مطلوب منك انك تقيس بالادوات بقى، والله تقول والله ده الاي الاي سكوير ب 16 يبقى الاي ب 4 والبي سكوير ب 8 يبقى البي بجذر 8 وهكذا، لا محدش هيطلب منك انك تقعد تقيس، يعني هي مجرد بس الشكل وانتهينا خلاص. يبقى احنا الملخص اللي يهمني في الاليبسويد ان الاليبسويد المعادله بتاعته علاقه بين اكس واي وزد 3 سكند ديجري، يعني الباور بتاعتهم 2 والثلاثة بوز خلاص، وعشان تبقى الشكل بتاع المعادله مميز يبقى الطرف المين بوان، يعني ايكوالز 1 تمام.
على حسب بقى، لو الاكس والواي والزد مش مطروح منهم حاجه او مجموع عليهم حاجه يبقى السنتر بتاعي هي الاوريجن. لكن لو كان الاكس او الواي او الزد مطروح منهم رقم، يعني مثلا اكس ناقص الفا سكوير زائد واي ناقص بيتا سكوير زائد زد ناقص جاما سكوير، يبقى القيم اللي هي مطروحه من اكس واي وزد هي دي السنتر بتاعي. حد بيسال؟ حد بيسال؟ دكتور، هو ليه في المفروض الابسود اللي حضرتك رسمته ليه الميجر اكسس بتاعه بيبقى يعني قريب ان هو بيوازي الاكس اكسس؟ لا، ما هو عشان انا اكبر رقم كان تحت الاكس، فانا عملت الجزء الكبير تحت موازي الاكس. يعني هو اصل المفروض من السنتر بتاع الابسويد، يعني الابسويد كده، لو انا جيت رسمت الابسويد كده اهو، اعمله بس عشان يبان ان هو 3D. فانا المفروض من السنتر بتاعه بيبقى ليه التلاتة اكسس بتوعه، اللي هو الاكس البارل للاكس اكسس، واحد بارل للواي اكسس، واحد بارل للزد. فانا بسبب ان انا لقيت الرقم اللي تحت الاكس هو اكبر رقم، فروحت رسمه في اتجاه الاكس يعني. بس خلاص فهمت؟ شكرا دكتور. يعني عملت اتجاهه في اتجاه الجزء الطويل بتاعه في اتجاه بارل للاكس يعني، عشان الرقم الكبير كان تحت الاكس. تمام؟ شكرا. تمام. حاله خاصه بان الاليبسويد لو الاي والبي والسي الثلاثه متساويين يبقى دي سفير على طول. يعني انت لو لقيت المعادله بتاعتك اكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير بتساوي كونستانت، يبقى دي بتمثل سفير على طول، وده يعتبر حاله خاصه من الاليبسويد. طبعا السفير اسمها سهله على طول، ما فيهاش مشكله، مجرد ترسم دايره وانتهت العمليه على كده. هتلاقي طبعا بس في الورق بتاع المحاضره يعني ايه، في بعض المعلومات الزياده بس مش مهمه، يعني ده جزء هتلاقي فيه مثلا في الحالات الخاصه دي مش مهمه، دي مش مطالب بيها. يعني نعملها بس كمجرد، لان طبعا هتلاقي في حاجات لو كان مثلا السي اكبر من الاي، او لو كان مثلا الاي بتساوي البي، يعني ايه احنا قلنا لو اي وبي وسي الثلاثه متساويين دي سفير. طب افرض اثنين بس من الثلاثه متساويين، يعني مثلا الاي بتساوي البي بس السي اكبر من الاثنين، يعني مثلا الرقم قيمه السي مختلف عنهم واكبر منهم كمان، فدي بيدينا حاجه اسمها السفيرويد، يعني حاله خاصه من الاليبسويد بس انت مش مطالب بيه، فانت ايه ما تذاكرش الجزء ده يعني. خلاص، يعني بقيه الناس مش هتدرسه، فخلاص انت مش مطالب بيه، انت بس الحاله الخاصه الوحيده اللي تبقى عارفها اللي هي دي، لو الاي والبي والسي الثلاثه متساويين يبقى دي سفير وانتهت العمليه على كده. خلاص، يبقى ده السطح الاولاني. طبعا انا كاتب لك هنا الملاحظه ايه، لو السنتر بتاع السيرفيس مش 0 0 0، لو هو الفا وبيتا وجاما، يبقى شكل المعادله بتاعت الاليبسويد هتبقى بالمنظر ده. تمام؟ او لو كانت طبعا سفير، لو الاي والبي والثلاثه متساويين، يعني لو السفير بتاعتنا السنتر بتاعها مش الاوريجن، ببص الاقي ان هي بتبقى نفس المعادله، بس خلاص الاي والبي والسي هتبقى بتساوي ايه؟ في الطرف اليمين، يعني دي عباره عن، يعني المعادله دي بتمثل سفير السنتر بتاعها الفا وبيتا وجاما، والراديوس بيساوي ايه. خلاص، فده النوع الاولاني من الاسطح، وفهمنا خلاص معناه ايه، اللي هو الايه الالبسويد، وكحاله خاصه منه السفير. النوع الثاني بقى الهايبربرويدز، طب بيسموها الاسطح المكافئه، همسح بس ده عشان ايه زي ما كان اكتب فيه. لحظة واحدة بس هتظهر الصورة تاني دلوقتي. تمام، النوع الثاني The Hyperploids. أو بالعربي بيسموها إيه؟ الأسطح الزائدية. هي طبعًا جت من كلمة قطع زائد من الهايبربولا يعني، عشان كده بيسموها الأسطح الزائدية. الأسطح الزائدية دي هناخد منهم نوعين. كويس؟ يعني نوعين أساسيين، إحنا في الإليبتيك سيرفس خدنا نوع واحد اللي هو الإليبسويد وانتهينا، هو ده اللي إحنا هندرسه.
في الاصلع بقى الهايبربلويد هناخد نوعين، النوع الاولاني او سطحين يعني، النوع الاولاني حاجه اسمها ايه، هايبربروليك او هايبربلويد of one sheet of one sheet خلاص، هايبربلويد اوف وان شيت. هنفهم ليه كلمه وان شيت دي دلوقتي بالعربي بيترجموها ايه. طبعا هتلاقي الاسم العربي غريب شويه، بس طبعا انا بقول لك العربي عشان ممكن تقراه في اي حته. ده بيسموه السطح اللي هو الهايبربلويد اوف وان شيت، ده السطح الزائدي خلاص سلطية الواحدة. طبعا اسم غريب بس ايه، كلمة وان شيت بيسموها الطية الواحدة، لان كمان شوية هنعرف حاجة اسمها الهايبربرود اوف تو شيتس، هما دول اللي احنا هناخدهم، او السطح الزائدي ذو الطيتين التاني بقى اللي هو تو شيت بيسموه طيتين. بس احنا ده هنخليها بالعربي يعني ايه، مش طية دي طية، لان في مرة بكتبها لقيت واحد بيقول لي طية مش طية دي الطية، همسحها بس عشان هي انت على الخط مش حلوة قوي على ذو الطية ألف لام ط ي ت مربوطة خلاص. ده بيسموه السطح الزائدي ذو الطية الواحدة اللي هو هايبربرويد اوف وان شيت. اللي يهمنا منه حاجتين، معادلته شكلها عاملة ازاي والرسمة بتاعته عاملة ازاي. خلينا الأول نقول المعادلة بتاعته، المعادلة بتاعته شكلها عاملة ازاي بقى، اكس سكوير على اي سكوير زائد y سكوير على b سكوير ناقص z سكوير على c سكوير يساوي 1 خلاص. يبقى دي اول حاجه تهمنا، اولا ايه اللي بيميز المعادله بتاعته. اول حاجه ان المعادله بتحتوي على x وy وz، يعني الثلاثه فاريبلز موجودين في المعادله. والحاجه الثانيه ان الثلاثه مرفوعين لباور 2، يعني هو لحد دلوقتي شبه الاليبسويد خلاص، يعني الاليبسويد برضو نفس الخواص ان في المعادله فيها اكس وواي وزد والثلاثه باور 2، يبقى الاثنين دلوقتي لحد دلوقتي شبه بعض. ايه الحاجه الثالثه بقى، ان واحد من الثلاثه فاريبلز اشارته نيجاتيف، يعني الاشاره اللي قدامه في المعادله مش لازم تبقى الزد على فكره، يعني هنشوف كمان شويه دي بتعتمد حسب شكل المعادله بيبقى الرسمه بتاعته. يعني ممكن تبقى المعادله بتاعتي كده، واي سكوير على b سكوير زائد z سكوير على c سكوير ناقص x سكوير على a سكوير بتساوي 1. يعني ممكن تكون اشاره النيجاتيف قدام الx، او ممكن تبقى كده x سكوير على a سكوير زائد y سكوير او زائد، او خلينا نكتبها كده اهي، زائد z سكوير على c سكوير ناقص y سكوير على b سكوير بتساوي 1. فانت ما تخليش في بالك ان هي الزد بس اللي تبقى، لا ممكن تكون اشاره، مهم ان يكون في اشاره نيجاتيف قبل واحد من الثلاثه، من الثلاثه فاريبلز. لو اتحققت الثلاث خواص دول يبقى المعادله دي بتمثل هايبربلويد اوف وان شيت خلاص. ازاي هنرسمها؟ هقول لك دلوقتي شكل الرسمه بتاعته عامله ازاي. يعني كان يهمني الاول ابقى عارف شكل المعادله. يبقى المعادله بتاعه الهايبربلويد اوف وان شيت تحتوي على اكس واي وزد، دي اول حاجه. ثاني حاجه الثلاثه بيبقوا سكند ديجري. الحاجة الثالثة إن واحد من الثلاثة قدامه إشارة نيجاتيف، من الثلاثة فاريبلز بتوعه خلاص؟ طب شكل الـ 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 الرسمة بتاعت الهايبربلويد أوف وان شيت رسمها عاملة إزاي؟ هنرسم بقى دي أول معادلة دي، همسح بس دول إيه؟ هنوريك دلوقتي الفرق في الرسمة بتبقى عاملة إزاي؟ خلاص الرسمة بتاعته شكلها عاملة ازاي؟ بص هوريكم الأول في ورق المحاضرة وبعد كده أوريكم ازاي بنرسمها. الرسمة بتاعت دي، ده الشكل بتاع الهايبربلويد اوف وان شيت. هتلاقي حاجة عاملة زي المدخنة كده، عارفين المدخنة بتاعت المصانع؟ هتلاقي شكل عامل ازاي؟ أوريك ده ازاي بنرسمه يعني نرسمه ازاي؟ أولاً بتلاقي دايماً الكروس سيكشن بتاعه عبارة عن إليبس. خلي بالكم طبعاً يعني للأسف هي أسطح، يعني الأسطح دي يعني هي للاسف محطوط، احنا ما بنشرحش كل حاجه عنها. يعني خلي بالك كل سطح من دول المفروض يتشرح في محاضره لوحده لو انا عايز اعرفه بالتفصيل، لان برضو شكل المعادله كده ليه ليها سبب. يعني ليه المعادله بتاعت الهايبربلويد اوف وان شيت
بتبقى بالمنظر ده، ايه السبب بتاعها ان هي بالمنظر ده؟ ليها سبب او ليها اثبات يعني. بس طبعا احنا ما بنخشش، مش هنخش في التفاصيل بتاعه الاصل، احنا كل اللي يهمنا زي ما قلت لك في الاول شكل المعادله والرسمه بتاعه السطح. لكن في حاجات كتيره تانية تتقال بقى في السطح نفسه وخواص معينه، لان ليها خواص كتيره يعني. بس طبعا عشان الوقت ما بنقدرش ان احنا نخش فيها بالتفصيل يعني. فانت كل اللي يهمك بس شكل السطح والمعادله بتاعته عامله ازاي. فانت السطح بتاع الهايبربلويد اوف وان شيت ده بتلاقي دايما الكروس سيكشن بتاعه عباره عن اليبس، عشان كده بعض الكتب بتسميه اليبتيك. خلاص يعني بيسموه اليبتيك هايبربلويد اوف وان شيت، او احنا يعني ايه كلمه اليبتيك دي مش لازم نكتبها، انت بتكتب دايما هايبربلويد اوف وان شيت بس وانتهينا يعني. بس انا كاتبها لكم عشان هتلاقيها في الكتاب، مثلا في الكتاب بتاع ستيوارت بيسموه اليبتيك. جت منين كلمه اليبتيك؟ لان الكروس سيكشن بتاعه عباره عن اليبس دايما. يعني انت ايه يعني ايه اليبس؟ يعني بص برضو عشان نفهم، انا مش عايز اخش بس في حاجات كتير عشان العمليه ما تعقدش معاكم. لو انت جيت حطيت زد باي قيمه، خلاص يعني لو حطيت زد باي قيمه، خد مثلا ايه زد مثلا ليت، عشان بس تفهموا الفكره ليه الكروس سيكشن عباره عن اليبس يعني. ليت زد مثلا بتساوي الفا، تساوي كونستانت، الفا مثلا. خلاص هعوض في المعادله بتاعتي، حط زد في المعادله بتاعت الهايبربلويد اوف وان شيت ده، بحط زد بتساوي الفا، فيبقى عندك ايه اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير ناقص الفا سكوير على سي سكوير بتساوي 1. تمام، اقدر اودي ده الناحيه الثانيه، يبقى عندي اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير بتساوي 1 زائد الفا سكوير على سي سكوير، صح؟ وبعدين اولا 1 زائد الفا سكوير على سي سكوير دي حاجه موجبه ولا لا؟ ده رقم بوزيتيف، صح؟ اكيد ده بوزيتيف، لان الفا سكوير على سي سكوير دي حاجه سكند ديجري او باور 2، تبقى بوزيتيف زائد 1 يعني المقدار ده بوزيتيف، وما ينفعش يبقى زيرو يعني، ده المقدار ده اكيد بوزيتيف مش زيرو. هقسم عليها يعني، هقسم الطرفين اليمين وشمال على 1 زائد الفا سكوير بلس سي سكوير، فيبقى عندك المعادله بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟ اكس سكوير على اي سكوير 1 زائد الفا سكوير على سي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير في 1 زائد الفا سكوير على سي سكوير. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. المعادله دي تمثل ايه بقى رياضيا؟ يعني انت لو عندك معادله ايه؟ دي بتمثل كيرف طبعا. الكيرف ده نوعه ايه؟ إلبس. صح؟ عشان كده هم سموه اليبتيك هايبربلويد. ليه؟ لان انت اي بلين، ما هو لما تقول زد بتساوي الفا يعني ايه؟ يعني بلين افقي كده. طبعا دي الحاجات بقى اللي بقول لكم محتاجه تخيل يعني. يعني لما اقول زد بتساوي الفا يعني كاني جيت قطعت السطح ده لبلين بارلل للاكس واي بلين. يعني ما البلين ده كده لو انت قلت زد بتساوي كونستانت، خلاص؟ فانا كان لما احط زد بتساوي كونستانت يبقى كاني جيت قطعت السطح ده او جبت الكروس سيكشن بتاعه عن طريق بلين بارلل للاكس واي بلين. فالكروس سيكشن ده عباره عن اليبس على طول، عشان كده سموه اليبتيك هايبربلويد. او احنا بقى انت ما يهمكش بقى كل الدش ده، انت قول عليه هايبربلويد في وان شيت بس وانتهى، خلاص؟ طب بنرسمه ازاي؟ لما بتيجي ترسمه بطريقه سهله في المساله، مثلا لو انا عندي مساله وعايز ارسم الشكل بتاعه بتعمل ايه؟ امسح بقى ده خلاص، مش محتاج انا ازاي بقول لكم الحاجات دي ايه، لو في حاجه زياده مش انت مش مطالب، بس بفهمكم هي جت منين او الاسم جه منين. دكتور خلاص امسح بس ده. بص بنرسمه ازاي، اسهل طريقه للرسم بتعمل ايه؟ هتيجي جاي بص راسم اليبس كده، خلاص امسح بس اللي تحت ده. إليبس اهو، وإليبس تاني تحتيه بعديه بشويه، خلاص؟ وبعدين تيجي موصل بقى التو إليبس دول بكيرف كده، وبعدين في نص المسافه اللي بينهم تيجي راسم السنتر الاكسس بتاعتك، تيجي راسم ده كده محور اكس ومحور زد.
ده كده اكس وده واي وزد وده السنتر بتاعنا. خلاص طبعا عشان يبان الشكل اكتر عاده يعني ايه نعمل ده الجزء اللي جوه ده عشان يبان ان هو 3 دي يعني نعمل ده كده وده بنعمله منقط. خلاص عشان يبان لك ان الشكل نفسه عباره عن ايه ببساطه يعني هي دي الايه. طبعا الايه بقى الايه والبي والسي المفروض الايه والبي والسي الثلاثه اللي على المحاور يعني المفروض المسافه دي كده ايه والمسافه دي كده بي والمسافه دي سي. بس هي بقول لك مش هتهمنا لان احنا مش هنقعد نرسم بالتفصيل يعني انت مش هتقعد ترسم بالادوات وتقيس المسافات والكلام ده فانت يهمك بس شكل الرسمه. خلاص طب افرض يعني ده لو كانت الاشاره النيجاتيف قدام الزد فيبقى ساعتها الاكس بتاع الاكسس بتاع الهايبربرويد فون شيت ده هو محور زد. افرض المعادله كانت كده مثلا صح بس ده يعني سي مثلا المعادله بتاعتنا كانت كده انا بحل مساله وطلع لي المعادله شكلها كده مثلا اكس سكوير على اي سكوير زائد واي زائد زد خليها زد احسن اهي عشان نعرف نرسم زائد زد سكوير على سي سكوير ناقص واي سكوير على بي سكوير بتساوي واحد. يعني طلعت اشاره النيجاتيف قدام اتفقنا ان الهايبرويد فان شيت هيكون واحد من الثلاثه قدام اشاره النيجاتيف طلعت اشاره النيجاتيف قدام الواي. خلاص يبقى انت تعمل ايه ترسمه على محور واي. يعني ايه ارسمه على محور واي؟ يعني تيجي كده رسم ايه اليبس اهو بص خليكم معايا هرسم اليبس كده يمين واليبس شمال. خلاص يعني طبعا قد بعض يعني تحاول ان انت بقدر الامكان السكتش يبقوا الاثنين قد بعض وبعدين اوصل الاثنين ببعض كده اتفقنا بكيرف واجي كده في نص المسافه بين التو اليبس الاليبس الاولاني والثاني وارسم المحاور بتاعتنا يبقى ده محور واي ومحور اكس ومحور زد. خلاص متخيلنا؟ يعني انت على حسب مين من الثلاثه قدام اشاره النيجاتيف. فلو كانت اشاره النيجاتيف قبل الزد يبقى انا هرسم الهايبربوليت فون شيت بتاعنا على محور زد. يعني ايه كلمه على محور زد؟ يعني الاكس اوكسيمتري بتاعه هو محور زد. يعني ارسمه راسي. لو كانت اشاره النيجاتيف قدام الواي يبقى انا هرسمه على محور واي كانه مرسوم افقي يعني. او لو كانت اشاره النيجاتيف قدام الاكس يبقى هرسمها على محور اكس يعني تبقى كده. بس طبعا ده بيبقى اصعب شويه في الرسم انك يعني تبقى عايز تتخيل شويه يعني. يعني بتيجي ارسم مثلا اليبس كده واليبس كده ودي السنتر اهو يبقى ده كده محور اكس واي وزد. خلاص مفهومه يعني ايه لو كانت يعني انا لو شفت حاجه رسمه زي كده يبقى دي المفروض الشرط النيجاتيف قدام الاكس. يعني كان المفروض معادله ده تبقى كده مثلا واي سكوير على بي سكوير زائد زد سكوير على سي سكوير ناقص اكس سكوير على اي سكوير بتساوي واحد. عرفت منين شرط النيجاتيف قدام الاكس؟ لان هو الاكس بتاعه على محور اكس او هو مرسوم على محور اكس. خلاص مفهومه؟ حد عنده سؤال؟ بدل اللي بنسميه الهايبربرويد اوف وان شيت. طبعا ممكن يطلع في برضه حالات خاصه من ده يعني هتلاقي كاتبها لكم هنا في يعني مش هتهمنا قوي. هتلاقي برضه انا كاتب الحته بتاعت الكروس سيكشن بتاعه عباره عن 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 اليبس هتلاقيها موجوده هنا في الورقه بتاع المحاضره كمعلومه يعني ما حدش هيسالك فيها يعني. يعني بص انا كاتبها هنا يعني هورزونتال بلين او اكس واي يعني اللي هو المستوى زد بتساوي زيرو او اي مستوى بيوازيه بيقطع السطح ده في اليبس. يعني دايما هيقطع يعني انت لو حطيت زد بزيرو حتى لو في ناس بتفتكرها كده انت لو حطيت زد بزيرو في المعادله هيطلع لك معادله اليبس اللي هي اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير بتساوي واحد. او حطيت زد باي كونستانت سواء بوزيتيف او نيجاتيف هيطلع لك برضو المقطع او كروس سيكشن عباره عن اليبس عشان كده بيسموها اليبتيك هايبربرويد اوف وان شيت. في برضو حاله خاصه منه اللي بيسموه الهايبربرويد اوف ريفوليوشن لو كان الـ A والـ B متساويين. بس يعني دي زي ما بقول لك مش هتهمنا قوي مش هتفرق معاك في حاجة يعني لو كان الرقمين A و B متساويين بيسموه الـ Hyperbroid of Revolution of One Sheet
بس احنا زي ما بقول لك احنا بنسميها جرود فون شيت وانتهينا. وبرضو عشان ممكن تقراه في اي كتاب هتلاقي ساعات الاليبس اللي في النص ده ان انا لو حطيت زد بزيرو يبقى كروس سكشن عباره عن اليبس اللي هو عباره عن ايه؟ اصغر اليبس على السطح بتاع الهايبربلويد فون شيت ده. يعني يعني الكروس سكشن دايما اي بلين تاني بيقطع في اليبس، اي بلين بره للاكس واي بلين بيقطع في اليبس، بس كل ما ابعد كل ما الاليبس ده الدايمنشن بتاعته تبقى اكبر. لكن اصغر اليبس اللي هو عباره عن اللي بينتج من ان انا احط زد بتساوي زيرو، ليه اسم مشهور بيسموه جورج اليبس، هي سبب طبعا يعني مع اسم المجال اللي عمله يعني او اللي سمى التسميه دي يعني. خلاص عشان بس برضو بس ده انت ما تحفظهاش يعني محدش هيسالك فيه. خلاص يبقى لو كانت الاي والبي متساويين بنسميه هايبربلويد اوف ريفوليوشن، او هي مش هتفرق معانا حاجه في المسائل يعني، يعني بيبقى كروس سيكشن ساعتها عباره عن سيركل. يعني انت لو لو المعادله بتاعتك كان اهي حطيت زد بزيرو هيبقى هتلاقي كروس سيكشن عباره عن سيركل، عشان كده سموه هايبربلويد اوف ريفوليوشن. فده النوع الاولاني اللي هو هايبربلويد اوف وان شيت. الهايبربلويد اوف تو شيتس بقى اللي هو النوع الثاني، احنا قلنا في نوعين من الهايبربلويدز. النوع الثاني سمحت يا دكتور، ايوه اتفضل. لو السالب كان ناحيه الواحد لو ايه؟ لو السالب كان ناحيه الواحد لا مش سامع، قولها تاني. مش في ثلاث متغيرات بعد كده زائد بعد كده واحد؟ لو السالب يبقى يعني لو الثلاثه اللي جوه يبقى موجب بس الواحد هو اللي سالب. لا ده دي قصه ثانيه، دي حاجه ثانيه، ده سطح ثاني لسه هنتكلم عليه. يعني لو كان النيجاتيف عند الواحد ده حاجه ثانيه. طب يا دكتور لو انا عوضت لو الاكس لو الزد هي اللي سالب وعوضت مثلا مكان الاكس بزيرو كده هتطلع ايه مثلا؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني المعادلة اللي فوق زي ما هي؟ هي دي سبت الزد زي ما هي وعوضت مثلا لو الاكس هي اللي كانت صفر يعني الشكل الناتج هيتغير. كروس سكشن هيبقى هايبربولا. ايوه هايبربولا. شكرا لحضرتك. يعني انت لو حطيت اكس بزيرو دي معادله هايبربولي. خلاص انت هتلاقي انا هنا عاملها في الرسمه. بص بس طبعا يعني زي ما بقول لكم مش عايز ادخلكم في دش كتير. بص هتلاقي في انا مسحت بس ده عشان تبان لكم. يعني بص انا عامل لك هنا ايه، بص هتلاقي انا راسم حاجه كده اهي اللي هو ده اللي هي دي كده في كيرفة ليه فرعين اهو. خلاص باينة كده اللي انا عملتهم بالاحمر دول. باينة يا دكتور. فده هايبربولا، دي معادلة هايبربولا، ده الهايبربولا اللي هي جت منين؟ يعني اي بلين بره للمسح، احنا قلنا لو بره لو بلين بره للاكس واي بلين بيقطع في اليبس، اي بلين بره بيقطع في اليبس. طب افرض بلين بره للواي زد، للبلين ده للاكس زد ده هيقطع في هايبربولا. يعني انت لو حطيت واي بزيرو يبقى كروس سكشن هايبربول، لو حطيت اكس بزيرو يبقى كروس سكشن برضه هايبربول. خلاص تمام. السطح الثاني بس زي ما بقول لك محدش هيسالك في الحاجات دي، يعني محدش هيقول لك كروس سكشن ايه والكلام ده، لا هي بس انا بقول لك كمعلومه يعني عشان تبقى متخيل الشكل، عشان الناس تبقى متخيله ان زي ما بقول لكم يعني السطح ده لوحده ممكن تقعد تشرحه في ساعتين لو انت عايز تفهم كل حاجه عنه والخواص بقى الجيومتري بتاعته والكلام ده. بس يعني ايه احنا مجرد بس بندي فكره عنهم مش اكتر من كده يعني. السطح الثاني بقى اللي هو قلنا ايه الهايبربلويد اوف تو شيتس. السطح الثاني كده هايبربلويد اوف تو شيتس بيسموه بقى ايه السطح بالعربي برضو السطح الزائدي ذو التاني بيسموه ذو الطية الواحدة، ده بقى بيسموه ذو الطيتين. طه ي ت ي ن السطح الزائدي ذو الطيتين، لان هنشوف ان هو ليه جزئين. خلاص خلينا الاول برضو ايه نشوف المعادله بتاعته وبعد كده نشوف الرسمه بتاعته عامله ازاي. بص بقى المعادله بتاعته ليها طريقتين في الكتابه، يعني بعض الكتب تكتبها كده اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير ناقص
زد سكوير على سي سكوير بتساوي نيجاتيف 1 اللي هي دي اللي كان زميلكم لسه بيسال فيها يعني. خلاص يعني ايه؟ يعني لو كان بتساوي 1 خلاص ده هايبربلويد اوف وان شيت، لو بتساوي نيجاتيف 1 يبقى ده اللي بنسميه هايبربلويد اوف تو شيتس. او في ناس تحب تحفظها كده، يقول لك ايه بدل ما احفظها بالمنظر ده، في ناس تحب تكتبها كده. يعني بص لو انا ضربت المعادله كلها في ناقص واحد، يعني انت لو انا عايز اخلي الطرف اليمين بواحد فاضرب المعادله كلها في ناقص واحد، فيبقى شكل المعادله بتاعتك تبقى كده زد سكوير على سي سكوير ناقص اكس سكوير على اي سكوير ناقص واي سكوير على بي سكوير بتساوي واحد. سواء كده او كده الاثنين نفس المعنى يعني. ففي ناس تحب تحفظها بالشكل الثاني ده، ازاي؟ يقول لك والله ان المعادله بتاعت الهايبربلويد اوف تو شيتس بيحفظها ازاي؟ يقول لك هي معادله تحتوي على اكس وواي وزد، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الثلاثه سكند ديجري، يعني الثلاثه باور 2. الحاجه الثالثه بقى ان اثنين من الثلاثه قدامهم اشاره نيجاتيف. يعني انا اعتقد يمكن دي اسهل في الحفظ يعني، بس انا بقول لك هي سواء بتتكتب كده او كده هتلاقي بعض الكتب بتكتبها بالشكل الاولاني ده، يعني يخلي النيجاتيف مع الناحيه الثانيه نيجاتيف 1، او في ناس الشكل الاشهر ان يخلي الطرف اليمين ب1 وينقل شرط النيجاتيف في اليمين، فيبقى كده في شرطين نيجاتيف قدام اثنين من الثلاثه. خلاص يعني الهايبربلويد اوف 1 شيت بتكون اشاره نيجاتيف قدام فاريبل واحد بس من الثلاثه. لكن الهايبربلويد اوف 2 شيتس بتبقى في اشارتين نيجاتيف قدام اثنين من الثلاثه. خلاص؟ طب شكله عامل ازاي؟ دي الرسمه بتاعته اهي، مش كده سموه اوف تو شيتس. بتلاقي السطح بتاعنا عباره عن جزئين منفصلين عن بعض، يعني هو مع ان هو سطح واحد، خلي بالك يعني هو سطح واحد بس هو عباره عن جزئين منفصلين عن بعض، مش كده سموه السطح اوف تو شيتس يعني، او عباره عن طيتين او جزئين يعني. طب نرسمه ازاي؟ لو انت عايز ترسمه بطريقه سهله بترسمه ازاي؟ بص اقول لك بنعمله ازاي. بص ترسم، تيجي ترسم ايه؟ إليبس. كويس، وتكمل الإليبس بتاعك ده بكيرف كده كما لو كان ايه إليبس وتحتيه باراجولا يعني، والناحيه الثانيه قصاده تعمل كانك بتعمل انعكاس للرسمه دي، يعني دي جاي ايه راسم إليبس كده اهو وفوقيه باراجولا. خلاص يعني انت بترسم إليبس وكانك إليبس وتحتيه باراجولا، وبعد كده تعكس الرسمه دي، يعني انت تعكس ده الناحيه الثانيه، وفي نص بقى المسافه بينهم تيجي عامل الاكسس بتاعتك. يبقى ده محور واي ومحور زد او الرأسي ومحور اكس. يبقى ده ببساطه ايه الشكل بتاعنا. خلاص المفروض بقى ان المسافه دي اللي يعني انت كاتب هنا مثلا زد على سي، دي السي يعني اللي هي المفروض اعملها بس بلون تاني من الزد لحد هنا، دي السي دي برضو زيها سي طبعا. خلاص طبعا هتلاحظ بقى لو انا عوضت بزد، يعني حطيت زد بقيمه اقل من السي، مش هيطلع حاجه، هيطلع معادله تخيليه يعني. يعني لو حطيت زد برضو هحاول افهمها لكم بس اولها مره واحده يا ريت، يعني لو ايه عشان ما حدش يقعد يعني انت مش مطالب بيها بس عايز افهمها لك ليه. يعني في ناس يقول لك ايه دلوقتي الاكس واي بلين ده هيقطع السطح ده في ايه؟ في ولا حاجه، لان الحته دي هوا، يعني السطح ده مش هيقطع السطح ده في حاجه. جت منين لو انت عايز تثبتها رياضيا؟ دلوقتي الاكس واي بلين ده معادلته ايه؟ معادلته زد بتساوي زيرو، صح؟ لو انا جيت في المعادله دي وحطيت زد بتساوي زيرو هيبقى شكل المعادله عامل ازاي؟ ناقص اكس سكوير على اي سكوير ناقص واي سكوير على بي سكوير بتساوي واحد، صح؟ اي ما انت حط زد بزيرو فالترم ده هيختفي، انا حطيت زد بزيرو الترم ده هيختفي، فيبقى عندك ناقص اكس سكوير على اي سكوير ناقص واي سكوير على بي سكوير بتساوي واحد. لو انا ضربت المعادله كلها في ناقص هتبقى كده اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير بتساوي نيجاتيف 1. طب السؤال بقى هل المعادله دي منطقيه؟ هل المعادله دي صح؟ لا مش منطقيه طبعا. مش منطقيه طبعا ليه؟ لان انت لما تقول اكس سكوير على بي سكوير على اي سكوير دي حاجه بوزيتيف، صح؟
واي سكوير على بي سكوير برضو دي حاجه بوزيتيف. ازاي اجمع حاجتين بوزيتيف على بعض يطلع بنيجاتيف؟ مش منطقي يعني مستحيل. ازاي هجمع حاجتين بوزيتيف تطلع بحاجه نيجاتيف؟ ما ينفعش. فعشان كده فعلا البلين ده مش هيقطع السطح ده في حاجه يعني، دي بيسموها حاجه كومبلكس او ايماجينري يعني. يعني ده بيقول لك الكروس سيكشن ده يبقى حاجه ايماجينري، مش موجوده في الحقيقه يعني. عشان كده هو بيسموه السطح ذو طيتين، لان الجزئين دول بينهم فراغ يعني، الجزء اللي فوق ده واللي تحت اللي بينهم ده هواء. فالبلين ده البلين واي زد بتساوي زيرو، ده مش كده وبس بقى، لو حطيت زد اقل من سي، هتلاقي انا كاتبها عشان تفهمها بس مكتوبه في ورقه المحاضره، اي بلين زد بتساوي زيرو او زد اقل من سي مش هيقطع في حاجه، لانه هيكون في المنطقه اللي هي منطقه الهواء اللي هي اللي بينهم دي، اللي ما فيهاش سطح اساسا. امتى يبدا يقطع السطح؟ لو انت حطيت الزد بحاجه اكبر من سي، عشان كده المسافه دي اللي هي دي السي اهي، امسح بس ده كده، دي المسافه سي اهي ودي سي. لو انت حطيت زد اكبر من سي يعني قطعت المستوى، المسافه دي اكبر من سي، خلاص يبقى في كروس سيكشن، ويبقى الكروس سيكشن عباره عن اليبس يعني. عشان كده بيسموه برضو الاليبتيك هايبربلويد اوف تو شيتس، بس احنا ايه مش مهم حكايه الاليبتيك دي يعني، انت ما تكتبهاش، تكتب هايبربلويد اوف تو شيتس بس وانتهي خلاص. طب افرض برضو كطريقه رسم عشان تبقى فاهم الرسمه ازاي يعني. يبقى اتفقنا ان المعادله بتاعه الهايبربوليت تو شيتس بتبقى في اشاره نيجاتيف قدام 2 من الثلاثه فاريبلز بتوعي. لما بتيجي ترسمه بترسمه ازاي؟ بترسمه على الفاريبل البوزيتيف. يعني انا هنا لما جيت رسمته على محور زد، اشمعنى؟ لان الزد هي اللي كانت موجبه. افرض مثلا المعادله بتاعتنا كانت كده، يعني افرض المعادله بتاعتنا كده اكس سكوير على اي سكوير ناقص y سكوير على b سكوير ناقص z سكوير على c سكوير equals 1. خلاص دي بتمثل ايه؟ هايبربلويد of two sheets. خلاص وفهمنا ليه؟ لان هي اولا فيها x y وz والتلاته second degree، واتنين من التلاته قدامهم اشاره نيجاتيف. طب لما اجي هرسمه ازاي؟ هرسمه على الاكس. يعني ايه بقى ترسمه على الاكس؟ دي جاي بص، طبعا هي تبقى صعبه شويه في الرسم، انا هحاول ايه، بص انا هرسم كده ايه اليبس اهو، تحتيه بارابولا وبعد كده اليبس ده بارابولا كده، وفي النص كده بينهم يبقى ده كده محور اكس ومحور زد ومحور واي. يعني عايز طبعا تخيل شويه يعني، رسمته على محور على الاكس اكسس، ويبقى السنتر بتاعنا هو عباره عن الاوريجين، مفهومه؟ فانت بتشوف مين من الثلاثه اللي اشارته مش نيجاتيف، ما احنا في اثنين هيبقوا منهم نيجاتيف، واحد اكيد الثالث بوزيتيف. مين من الثلاثه الاكس ولا الواي والزد هو اللي بوزيتيف؟ يبقى هترسم الهايبربوليت اوف تو شيتس ده على الاكس ده. فانت بترسمه على حسب الشيء. افرض مثلا الواي، لو كانت على الواي كنت هتيجي راسم كده. افرض مثلا الشرط الواي هي البوزيتيف يعني، كنت تيجي راسم كده اليبس قدامه بارابولا، وبعد كده ترسم السطح ده الانعكاس بتاعه. اليبس ده بارابولا، تيجي راسم المحاور بتاعتك بقى، دي محور واي وده محور زد وده محور اكس. خلاص يبقى ده الشكل بتاعنا التاني. هي دي بس المعلومات اللي تهمك. هتلاقي اي معلومه حاجه تانية بقى، الكروس سيكشن عباره عن ايه مش هيهمنا في حاجه. هتلاقي انا يعني بعض الحاجات كاتبها في المحاضره بس عشان في ناس بتحب تتخيل الشكل. هتلاقي مثلا ايه، لو انا جيت قطعت البلين ده او السطح ده قطعته بالاكس زد بلين، يعني حطيت واي بتساوي زيرو، يعني لو حطيت واي بتساوي زيرو هنا خلاص، هتبص تلاقي ان المعادله بتاعتك هتبقى، او هنا خلينا هنا، لو حطيت الواي بتساوي زيرو هتبص تلاقي ان الشكل بتاع المعادله بتاعتك عباره عن معادله هايبربولا. يعني تبص تلاقي ان في شكل هايبربولا في المعادله بتاعتك وهكذا. بس يعني ايه، يعني انت ممكن بقى لو حد حابب الكلام ده يقعد مع نفسه كده ويقعد يتخيلها، لكن غير كده انت مش مطالب يعني غير انك تعرف المعادله وتعرف الشكل الرسمه وانتهينا، عشان ما تعقدوش من القصه يعني. هتلاقي انا كاتب لك برضه الناس بتحفظها ازاي، بتلاقي شكل الدش. يعني لما يجي يرسم دوت تلاقيه كانك بترسم دش، يعني عارفين رسمه الدش كده بتبقى كده، تيجي راسم كده وكده.
خلاص. فكما لو كان عبارة عن اتنين دش عكس بعض يعني ده الشكل، عشان بس ايه الناس تحفظها بطريقة سهلة يعني، او تلاقي في الكتب بيسموها كونفكس دش يعني. خلاص. فده النوع الثاني من الاسطح. في برضه حاجه اسمها الهايبربوليتي ريفوليوشن، لو الاي والبي متساويين، بس دي مش هتفرق معانا حاجه يعني، انت مش هنحتاجها في حاجه يعني. تمام. هنتكلم بقى على الكون ونقف بقى على كده، يبقى نكمل المره الجايه باذن الله في المحاضره بتاعت يوم الاربعاء. خلاص. يبقى احنا كده عرفنا ايه الاليبسويد، حاله خاصه منه السفير، وبعدين عرفنا الهايبربولويد في 1 شيت والهايبربولويد في 2 شيتس. خلاص. الكونز بقى او معادله الكون، امسح بس ده عشان ايه، من هنا فراغ فاضي اهي، يعني السطح رقم 3 الكون. طبعا الكون احنا الناس كلها متعوده على الكون اللي هو السيركولار كون، صح، او الرايت سيركولار كون، اللي هو ايه المخروط العادي اللي احنا متعودين عليه اللي هو بقى شكله كده. خلاص. اللي هو يبقى الكروس سيكشن بتاعه عباره عن سيركل، فده بيسموه رايت سيركولار كون. وعاده برضو عشان تبقوا عارفين الكون بينشا ازاي، لو انت عندك خطين متقاطعين يعني، في خطين كده في نقطه انترسكشن بينهم، وانت جيت ثبتت خط بينهم، يعني مثلا الخط اللي انا هعمله بالاحمر ده هيبقى ثابت، ومسكت الخط الثاني لفيته حواليه، يعني لفيت ده كده ايه بالمنظر ده، فبينشأ السطح بتاع الكون. عشان كده دايما الكون بيبقى جزئين، يعني احنا دايما احنا بنرسمه بيبقى بنرسم واحد بس، بس هو المفروض فعليا الصح يبقى الكون دايما يترسم كده. خلاص. يعني دايما اي كون في الدنيا ليه جزئين، او ليه فرعين، احنا بنرسم بس الايه الفيرتكس، وبنرسم البيز بتاعته، يعني دي بيسموها الفيرتكس اللي هي نقطه التقاطع المستقيمين دول. يعني دايما يقول لك كده الرايت سيركولار كون بينشا من خطين متقاطعين في نقطه انترسكشن بينهم، دي اللي احنا نسميها الفيرتكس. وانا عملت ايه؟ ثبت خط منهم والخط الثاني لفيته حواليه دوره كامله. فالخط اللي هيلف ده هيرسم السطح بتاع الرايت سيركولار كون. خلاص. احنا بقى ناخد الحاله العامه، يعني الحاله العامه ما بيبقاش الكون ده مش لازم يبقى سيركولار، يعني الحاله العامه الاليبتيك، بيسموه الاليبتيك كون. ده اليبتيك كون اللي هو يبقى الكروس سيكشن بتاعه اليبس، كحاله خاصه منه اللي هو الرايت سيركولار. يعني الراي السيركل اللي انت سمعت عنه قبل كده في المدرسه، او كنت بتاخده قبل كده في اعدادي في المدرسه، يعني اللي يقول لك ايه الكون ده اللي هو بيسموه الرايت سيركولار كون، ده يعتبر حاله خاصه من الاليبتيك كون اللي احنا هنتكلم عليها. احنا دايما بناخد المعادله العامه وبعد كده نقول الحاله الخاصه منه عباره عن كذا. طب الاليبتيك كون عشان بس تفهم فين اسم، يعني تبقى معناها يجي منين، انت لما تيجي تقرا في المحاضره تلاقي انا كاتب لك ايه الاليبتيك كون اهي. فهي الحاله العامه يبقى كلمه اليبتيك لان الكروس سيكشن بتاعه عباره عن اليبس. كحاله خاصه بقى ممكن يكون الكروس سيكشن سيركل، ده اللي بنسميه الرايت سيركولار كون. خلاص. طب معادلته عامله ازاي بقى الاليبتيك كون ده؟ امسح دول بس عشان كنت مجرد بوضح لكم افكاركم الكون عباره عن ايه. كويس. شكل المعادله بتاعت الاليبتيك كون بتبقى عامله ازاي؟ هكتبها الاول بعد كده اقول لك ايه الحاجات اللي تميزها. اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير ناقص زد سكوير على سي سكوير ايكوال زيرو. ودي بقى ايه؟ دي حاجه من الحاجات اللي بتميز معادله الكون ان الواحد بيعرفها بسهوله يعني. يعني تلاقي الطرف اليمين زيرو. يعني ايه الحاجه اللي تميزها؟ هي معادله بتحتوي على اكس وواي وزد، دي اول حاجه. خلاص. الحاجه الثانيه الاكس والواي والزد الثلاثه سكند ديجري. خلي بالك الخواص دول الخاصيتين دول موجودين في كل الاسطح اللي احنا قلناها لحد دلوقتي، يعني احنا سواء في الاليبسويد او الهايبربوليد في 1 شيت او الهايبربوليد في 2 شيتس او الكون، الاربع حاجات الاربع اسطح اللي قلناهم دول المعادله بتاعتهم فيها اكس وواي وزد والثلاثه سكند ديجري. تمام.
ايه بقى اللي تميز الفروق في الكون؟ بتلاقي ان الطرف اليمين بزيرو واحد بالثلاثة بالنيجاتيف. يعني هي ايه معادلة الكون؟ شبه المعادلة بتاعت الهايبربوليك فان شيت، لان احنا الهايبربوليك فان شيت كان برضو ايه واحد من ثلاثة بنيجاتيف، بس الطرف اليمين بوان، لكن في الكون لا، الطرف اليمين بزيرو، يعني واحد من ثلاثة نيجاتيف والطرف اليمين بزيرو. وعلى حسب مين النيجاتيف هو ده اللي بنرسم الكون بتاعنا عليه. يعني انا مثلا لو عايز ارسم الكون، الزد هي اللي النيجاتيف هنا ايه، صح؟ يعني اشاره الزد هي اللي بالنيجاتيف، فلما اجي ارسمه هرسمه على محور زد. بنرسمه ازاي؟ دي جاي رسم اليبس كده واليبس تاني تحته. فاكرين في الهايبربوليت فان شيت كنا بنوصلهم بكيرف؟ لا، هنا بقى نوصلهم بخط مستقيم، يعني خطين عكس بعض كده. يبقى دي نقطة الفيرتكس اهي، يبقى ده محور واي وده محور اكس. او خلينا نعملها كده عشان ايه ما تلخبطكوش، خلينا نعمل اكس كده ومحور زد الرأسي اللي هو نفسه المحور بتاع الكون بتاعنا، خلاص. طب افرض مثلا المعادلة بتاعت الكون كانت كده، واي سكوير، خلينا نعملها كده احسن، اكس سكوير على اي سكوير بلس زد سكوير على بي سكوير ناقص واي سكوير، خلينا نكتب ديات على بي سكوير اهي عشان نبقى حافظين بنفس الشكل، يعني على سي سكوير بتساوي زيرو، خلاص. دي معادله كون اهي، بس لما اجي ارسمه كويس هشوف مين النيجاتيف في الثلاثه، الواي، يبقى انا ارسمه على محور واي. طب ترسمه ازاي على محور واي؟ ادي جاي رسم اليبس اهو، خلاص، واليبس الثاني قصاده، تمام كده. طبعا قد بعض، يعني بقدر الامكان بتعملهم قد بعض، اوصلهم بقى بخطوط مستقيمه بس بالعكس، خلاص. يبقى دي نقطه الفيرتكس. اجي راسم بقى محور واي اهو، ده محور واي وده محور زد ومحور اكس، خلاص. يعني اوريتك ازاي بتعمل سكتش بطريقه سهله على حسب شكل المعادله بتاعتها، تمام. طبعا ليه سموه اليبت الكون؟ لان الكروس سيكشن بتاعه عباره عن اليبس. ليه؟ عرفت منين؟ لو انت جيت قطعته، يعني طبعا لو حطيت زد بزيرو هيديك نقطه، خلي بالك. يعني لو حطيت زد بزيرو عشان برضو ايه الناس تبقى فاهمه ان في، يعني طبعا الاسطح دي محتاجه ان الواحد يقعد مع نفسه ويبدا يفكر كده عشان يعرف يتخيل. يعني انت لو جيت في المعادله دي حطيت زد بزيرو، هيبقى المعادله بتاعتك كده، اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير بتساوي زيرو. فدي بتمثل نقطه اهي، اللي هي دي الفيرتكس، خلاص. يعني دي مش هتمثل كيرف، دي بتمثل نقطه، اللي هي نقطه الفيرتكس. يعني لو حطيت بقى زد باي قيمه غير الزيرو هتبقى المعادله بتاعتي عباره عن معادله اليبس. ليه؟ يعني مثلا لو حطيت زد بتساوي الفا اي رقم، يعني خلينا نكتب كده زد بتساوي كونستانت اكبر من زيرو او بوزيتيف او نيجاتيف، يعني حاجه المهم لا يساوي زيرو، يعني مش لازم يكون اكبر من زيرو، يعني حاجه لا تساوي زيرو، خلاص. يعني حط زد باي قيمه لا تساوي زيرو، فيبقى المعادله بتاعتك اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير بتساوي، هوديها بقى الناحيه الثانيه، الفا سكوير على سي سكوير، خلاص. طب الفا سكوير على سي سكوير دي حاجه بوزيتيف، صح؟ ينفع اقسم عليها، يعني ما ينفعش يبقى زيرو لان حاجتين مقسومين على بعض يعني مش بزيرو، يعني لان الالفا مش بزيرو، هو بحاجه لا تساوي زيرو، فاقدر اقسم عليها، خلاص. لو انا قسمت المعادله كلها على الفا سكوير سي سكوير هيبقى المعادله بتاعتي شكلها كده. امسح بس اللي تحت ده، انا بس عايز افهمك ليه بيسموه اليبت الكون، لان ليه او ليه كروس سيكشن هيبقى اليبس. يعني فانا لو قسمت على الفا سكوير سي سكوير هيبقى المعادله بتاعتي كده، اكس سكوير على اي سكوير الفا سكوير سي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير الفا سكوير على سي سكوير، كل ده بيساوي كام؟ واحد. طبعا دي معادله اليبس، عشان كده سموه كلمه اليبت الكون، خلاص. يعني السبب جه من هنا. يعني طب امتى بقى يكون رايت سيركولر كون؟ حد يعرف يقول لي؟ يعني ده اليبت الكون اهو، امتى يكون رايت سيركولر اللي هي حاله خاصه بقى اللي هو الكون اللي احنا متعودين عليه؟ امتى؟ لو الاي بيساوي البي. ايوه بالظبط كده، لو الاي بتساوي البي،
يعني لو الـ A بتساوي B if A equals B هيبقى شكل المعادلة بتاعتنا كده x سكوير على a سكوير زائد y سكوير على a سكوير ناقص z سكوير على c سكوير تساوي 1 تساوي 0 ولا ايه؟ دي بتساوي 0 خلاص؟ لو انت بقى حطيت الـ c بأي قيمة مثلا لا تساوي 0 زي ما اتفقنا ان 0 بيدي نقطة لو حطيت مثلا z بتساوي الفا والفا دي لا تساوي 0 هتدوس تلاقي المعادله بتاعتك تبقى اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير بتساوي الفا سكوير على سي سكوير اقدر اضرب الاي الناحيه الثانيه دي اي سوري لان الاي والبي متساويين اقدر اضرب المعادله كلها في اي سكوير هتبقى المعادله بتاعتي كده اكس سكوير زائد واي سكوير بتساوي اي سكوير الفا سكوير على سي سكوير دي بتمثل ايه؟ سيركل يبقى كروس سيكشن يبقى عباره عن سيركل عشان كده سموه رايت سيركولار كون لكن لو كان الاي والبي متساويين تبقى سيركولار كون اللي هي الحاله الخاصه لكن لو مش متساويين دي الحاله العامه بيبقى بيسموه الاليبتيك كون خلاص ده شكل الاي او ساعات بيسموه الرايت سيركولار كون بيسموه كون اوف ريفوليوشن دايما كلمه ريفوليوشن دي عشان برضه ساعات هتقراها في بعض الكتب لما يكون سطح بينشأ من دوران كيرف حوالين محور يعني انت لو عندك كيرف ولفته حوالين محور بينشأ سطح بيسموه السطح ده سيرفيس اوف ريفوليوشن فالرايت سيركولار كون بيسموه ساعات كون اوف ريفوليوشن زي ما اتفقنا بيبقى عندي خطين وخط منهم بيلف حوالين التاني دوره كامله يعني يعني بس كمجرد مسميات يعني هنقف عند الجزء بتاع البارابولويدز ده طبعا كده المحاضره خلصت هنكمله باذن الله في المحاضره بتاعت يوم الاربعاء اتفقنا هناخد محاضره في الكليه يوم الاربعاء وبعد كده هنمشي ايه كل اسبوع يعني مره اسبوع يكون اونلاين بس واسبوع في اونلاين وفي الكليه هو الاسبوع ده مفيش فيزيكس يعني الاسبوع ده يبقى المحاضره كلها بتاعت يوم الاربعاء رياضه برضه خلاص حد عنده سؤال هنزلوك طبعا الورق بتاع المحاضره ده على التيمز يعني على التيم كبي دي اف يعني حد عنده سؤال تمام يا دكتور تمام طبعا المحاضره بس نعمل فيديو كل الكلام ده تيجي ننزل عندك حد عايز يسال نعمل بس سيف للريكورد بقول لحضرتك ما انا هقفل ما انا عملت اللي هي بيسجل هقفل الريكورد بقى عشان ما اقعدش شغال على الفاضي دكتور بعد اذنك هو الجزء ده نشوف الاسئله اللي عليه منين